أخبار، يا رب تكونوا بخير وألف ألف مبروك كلية صيدلة. صيدلة عايزة رجالة وعايزة ناس تذاكر أول بأول وتعمل اللي عليها تمام في كل المواد، لازم تتعود كده. أهم نصيحة عشان خاطري، لو عايز تمشي في الصيدلة دي كويس، أوعى تراكم حاجة عليك، حاول تذاكر محاضراتك أول بأول، تحضر سكاشنك، وأوعى تغيب من ولا سيكشن في أي مادة تمام. عايزين نبدأ النهاردة منهج الأورجانيك إن شاء الله، اللي هيشرحه لنا 2 دكاترة، دكتورة رانيا دي اللي دخلت بدأت معاك وشرحت لك أول محاضرة، ودي دكتور إيهاب هو اللي هيكمل بعدها إن شاء الله. دكتور إيهاب بيشرح منهج يعني اللي هو الجزء الثاني من المنهج، الاستيريو والبنزين وكده، ودكتورة رانيا بتشرح الإنترودكشن والألكان والألكين والألكاين. يعني هنشوف إيه اللي هيجرى في المحاضرات اللي جاية، بس أهم حاجة عندي إن أنت تركز معايا النهاردة، وطول ما إحنا ماشيين في الأورجانيك تفهم حاجة واحدة، اللي هو ايه يا دكتور؟ انا ما يهمنيش انا حافظ ولا فاهم، على قد ما يهمني انا عارف السؤال هيجي ازاي. يعني المشكلة الكبيرة بتاعت الاورجانيك يا اولاد، ان انت بتبقى قاعد في الامتحان ماسك ورقة الاسئلة مش عارف تحل. يعني انت انا فاهم يا دكتور كيمياء، مش بس مش عارف حل، يا دكتور انا كنت كويس في الثانوي وفاهم، بص مفرتك الدنيا يا باشا ماشي، بس هي الفكرة في حاجة، انت لازم تفهم السؤال في الجامعة بيجي ازاي. السؤال في الجامعة بيجي ازاي؟ هي دي النقطة اللي أنا عايزك تتعلمها مني، ودي أكتر نقطة هنلعب عليها، اللي هي فكرة إيه؟ إن إحنا نحل أسئلة كتير. على قد ما هتحل أسئلة على قد ما هتجيب تقدير في الأورجانيك. شوف أنا بقول لك إيه؟ أهو ركز في الكلام، ركزي يا بنتي، على قد ما هتحل ورايا أسئلة كتير من اللي إحنا بنحلها، على قد ما أنت هتجيب تقدير في الفاينل. فعشان كده ركز معايا كويس قوي، أي حد فيكم مش فاهم أي حاجة أي نقطة، أرجوك أنا اللي بتحل عليك، أرجوك ابعت لي على الواتساب واسألني في اللي نفسك فيه. احنا نظامنا ايه؟ نظامنا ان احنا بنشرح الحصه على السبوره، حضرتك بتلخصها ورايا تمام كده، تلخصها وتكتبها في الورقه، وبعد كده حصه الشرح خلصت بنبدا ايه بعدها على طول حصه الحل، فاهم قصدي؟ فاحنا بنشتغل حصه شرح وحصه ايه حصه حل. طب يا دكتور الاسئله بتاعتنا والنظام وهنشتغل ازاي وكده، دي اول حصه، دي انا هنزلها لكم على اليوتيوب عادي، بس بعد كده ان شاء الله لما تحجزوا الكورس وتشتركوا هتخش على الابلكيشن بتاعنا، ده اللي بيكون عليه بقى كل حاجه، الشرح والاسئله، وهنسجلها لكم حصه بحصه كده مع دكتوره رانيا. اول لما المحاضره بتاعتها بتتشرح بنجيب الريكورد ونجيب البي دي اف ونبدا نجهز لك الحصه عشان تشرحها اب تو ديت، لان كل سنه دكتوره رانيا بتغير حاجات، تشيل حاجات، تزود حاجات، فاذا لازم يكون كل حاجة زي ما بيقولوا كده up to date. up to date اللي هو ماشية تماما مع النظام بتاع الدكتورة بالحرف يعني تمام. فيلا كده مع بعض كده، يلا ظهرك لورا، هنبدأ من تحت الصفر النهاردة. يعني بص تحت الصفر، ظهرك لورا كده وتركيزك كله معايا بعد إذنك. يلا بص يا باشا، الأورجانيك يعني إيه؟ كلمة أورجانيك يا ولاد، كلمة أورجانيك 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 اللي هو يا دكتور إحنا بندرس المواد اللي بتتكون من الكربون، وهما كده. كان في واحد عالم كده اسمه بارزيليوس، بس مش قصتنا برضو النقطه دي قوي، بس يعني مش عليك الكلام ده، بس اهم حاجه تعرف ان هو قسم الايه الدنيا دي لحاجتين، كل المركبات بتاعه الكيمياء لحاجتين، يا اما اورجانيك كيمستري يا اما نون اورجانيك. هتلاقي في الاناليتيكال ما بنهتمش قوي في الاناليتيكال دي بالكربون خالص، تلاقي بقى اناين وكاتاين وسي ال وبروم، كلام كده ليه علاقه بايه بالاناليتيكال، ماده ثانيه عندك. هتدرس في حاجه اسمها النون اورجانيك اللي هي حاجه ما فيهاش كربون، احنا النهارده بقى بندرس الاورجانيك اللي بتتكون من الكربون، يبقى اورجانيك كيمستري حاجات فيها كربون يا اولاد، حاجات فيها كربون. يبقى يعني ايه يا دكتور كلمه اورجانيك؟ ماده الاورجانيك دي الماده اللي بتهتم بدراسه الكربون. الكربون اكيد انت سمعت في الثانوي عن الكربون، وعرفت ان مثلا يعني لما كنا بنكتب مركب عادي، مثلا كنا نقول CH3 CH2، طب مش عارف نقول CH4 نقول CH2 دبل CH2، طب CH تريبل CH، كنت زمان في السنه وبنرسم كده CH رابطه CH CH2 مش عارف ايه. يعني بص بص كده، لو انا عايز اقول لك اكتب مثلا CH3 CH2 CH3، حلو كده؟ دي اول نقطه عايزك تفهمها معايا النهارده، CH3 CH2 CH3. احنا بقى في الجامعه ما بنعملش الكلام ده، يعني انت نادرا لما تلاقي مكتوب عندك في سؤال امتحان في الكلام ده، يعني في الامتحان في الميد ولا في الكويز ولا في اي نيله، عمرك ما هتلاقي CH3 CH2 لا ما بنعملش كده. امال عندنا في الجامعه بنعمل ايه؟ نقط، حاجه اسمها بوند لاين. يعني ايه بوند لاين؟ خطوط كده. يعني بص الكربون دي لا اهي نقطه اسمها كربونه، طب الكربون دي لا بص 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 كربونه اهي ثانيه اهي اهي كربونه ثانيه، طب دي يا دكتور كربونه ثالثه اهي اهي، يبقى الشكل ده اللي هو الكربونه الثانيه الثالثه هو هو لو قلت لك كربونه الثانيه الثالثه كده. فدي نقطه مهمه انا عايزك تعرفها معايا النهارده.
يبقى اول حاجه لازم تعرفها ان لما اقول لك كربونه كربون كده سي اتش سي اتش 3 سي اتش 2 مش عارف الكلام ده بنعبر عنه بنقط كده ذره 2 3 فبص ادي ذره 2 3 يعني بص تعالى معايا كده بص 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 شايف المركب ده اللي هو ذره 2 3 او اتش شايفه ذره 2 3 او اتش بص بص ممكن نرسمه كده يعني هو مرسوم كده طب ده معناه ايه اللي انت خدته في الثانوي اللي هو كنا بنقول سي اتش 3 سي اتش 2 الثالثه اهي سي اتش 2 كمان ماسكه في او اتش فده ده 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 هو هو ده ازاي يا ها مين شاطر يقول ازاي تعالى بص 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 ذره 2 3 ذره 2 3 اهو او اتش او اتش يبقى اذا اول معلومه عايزك تعرفها معايا عشان ما تحسش ان الدنيا صعبه ان السي اتش 3 دي او اي كربونه في الدنيا نقطه الكسره دي نقطه بص بص دي كده كربون 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 بص بص تعالى على المركب الكبير ده بص بص دي كده كربون دي كده كربون دي كده كربون دي كده كربون 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 يبقى كل نقطه من دي اولاد دي ذره كربون يبقى لازم تعرف ان ما قعدناش خلاص هنكتب سي اتش 3 وسي اتش 2 والكلام ده لا احنا هنشتغلها بوند لاين يعني ايه بوند لاين خطوط روابط كده اول ما تعرف ان بدايه الرابطه ونهايتها ليك ذره كربون 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 الكسره دي كربون دي كربون دي كربون دي كربون يبقى دي اول نقطه عايزك تفهمها معايا النهارده الشكل الجديد بتاع رسم المركبات عندنا في الاورجانيك يعني مثلا 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 لو انا قلت لك عايز ارسم دي بالبوند لاين تعرف ترسم لي دي بالبوند لاين ها اللي هو الايثين اكيد سمعت عنه في ثانوي ايثين ايثين ذرتين ها تعملها ايه كربونه والثانيه اهي بص يا دكتور اهي اهي دي كده ايثين اهو اهو بص 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 اهو ده كده الايثين يبقى شفت الايثين شكله عامل ازاي يبقى الايثين مش شرط بقى نكتب سي اتش 2 دبل سي اتش 2 او نرسمها كده فاهم قصدي يبقى اللي يجي لك في الامتحان تحل عادي بس انا بقول لك عشان لما يجي لك في الامتحان المركبات والاستراكشرات بالمنظر ده ما تشغلش بالك لازم 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 تعرف ان النقطه دي هي سي اتش 2 النقطه دي سي اتش 2 عادي بقى فاهم قصدي شرطتين كده دي اسمها دبل يعني لو لقيت حاجه بص بص كده شرطتين اسمها دبل لكن لو ثلاث شرط اسمها تريبل اسمها ايه يالا تريبل فاكر لما كان بيقول لك في ثانوي الرابطه الثنائيه والثلاثيه ما عادش بقى في ثنائي وثلاثي والكلام ده اي اثنين فوق بعض كده اسمها دبل دبل بوند دبل بوند طب اي ثلاثه كده اسمها تريبل بوند تريبل بوند تمام تمام طب بص لا يا عيال كله احنا بندردش فاهم قصدي؟ يعني انا مش عايزك تحفظ اي حاجه لحد دلوقتي احنا بندردش سوا بندردش سوا طيب المهم يا دكتور احنا اتفقنا دلوقتي اتفاق ان الكربون حاجه بتحتوي على الايه الاورجانيك كيمستري قصدي دي عباره عن ماده بندرس فيها المركبات اللي فيها كربون التي تحتوي على كربون ماشي كده؟ احنا اتفقنا معاك على الاتفاق ده من دقيقه بالظبط طب بص دكتور هو اي حاجه في الدنيا بتتكون من ايه يا اولاد؟ اي حاجه في الدنيا دي يا دكتور مركبات وجزيئات كبيره كده الدواء ده حاجه كبيره قوي عارف يالا اي حاجه في الدنيا يعني شوف الادويه في الصيدليه دي كلها عباره عن استراكشرات كبيره كده مركبات كبيره فاهم قصدي يعني بص 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 عارف كلنا اكيد نعرف البنادول في البنادول اللي هو المسكن اللي هو في حاجه اسمها باراسيتامول الماده الفعاله بتاعت البنادول ايه يا ولاد اسمها باراسيتامول بترسم كده بص يالا بص 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 اهو ده اسمه باراسيتامول باراسيتامول بص بص لازم يكون في كربون بص بص كربون فده كده كومباوند كومباوند يعني مركب كبير باراسيتامول طب الباراسيتامول اللي هو الدواء بتاع البنادول ده يا دكتور طبعا الكلام ده مش حفظ انا بدردش معاك المركب الكبير ده بيتكون من ايه؟ ما هو ده كومباوند كومباوند يعني مركب كبير اللي هو بص بص اللي هو بنزينه ده حلقه بنزين ودي او اتش ودي ان اتش ودي كربونه دبل او دي كربونه عاديه هو بيتكون من ايه؟ بيتكون ما انت بتقولها يا دكتور كربون و او وان واتش ما دي اسمها عناصر يبقى الكومباوند الكبير اي كومباوند كبير ايا كان حجمه ايا كان شكله بيتكون من حاجه اسمها العناصر 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 ايه العناصر اللي جوه المركب اللي هو الكربون والهيدروجين والكلام ده فعشان كده احنا قبل ما نبدا يا اولاد لازم نتكلم شويه عن العناصر ايه هي العناصر يبقى اي كومباوند في الدنيا بيتكون من ايه ترد تقول يا دكتور بيتكون من اليمنت اليمنت اللي هي العناصر اليمنت اللي هي العناصر مين بقى العناصر بتاعتي اللي هم يا دكتور الاكس اس او ان كربون هيدروجين يا دكتور ده في حاجه اسمها الجدول الدوري في اعدادي كبيره قوي يا عم مش عايزين منها الكلام ده في الاناليتيكال برضه هم بيهتموا بالكلام ده احنا كبتوع اورجانيك مش هنهتم غير بدول بس تاني احنا بندرس ايه ها الاكس صن اكس صن سي اتش يبقى احنا هنركز على دول الاكس والصن والسي والاتش مين دول يا دكتور الاكس عندنا في الاورجانيك يا اولاد اي كلمه اكس 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 كده
اكس، الاكس يالا، بس مش الاكس الثانيه، لا لا، الاكس بتاعت الكيمياء هي عباره عن الهالوجين، حاجه اسمها الهالوجينات. يبقى الاكس طول المنهج انا بقول لك اكس تقول لي هالوجين، اكس هالوجين. مين هم بقى الهالوجين؟ اللي هم الفلور، فاكر يالا الكلام ده؟ هالوجينات اللي هم منها فلور، كلور، بروم، اليود. يبقى مين هم الاكس يا نجم؟ مين هم الاكس يالا؟ فلور، كلور، بروم، يود، فلور، كلور، بروم، يود، فلور، كلور، بروم، يود. يبقى ده الاكس. طب الاس ده مين؟ اللي هو الكبريت، اكيد عارفين الكبريت اللي هو السلفر. عارفين كبريت او سلفر؟ اسمه كبريت او سلفر، اس اس، كبريت او سلفر. طب الاو يا دكتور؟ اكسجين. الاو اللي هو عنصر الاكسجين. طب يا دكتور الان، الان 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 ده النيتروجين، نيتروجين. انا بتعامل على انك جاي من ادبي، ماشي يابا؟ المفروض انت فاهم يعني ان نيتروجين. انا هتعامل على انك جاي من اعدادي، ماشي يابا؟ يبقى تاني، يبقى دكتور الاكس ده اللي هو الهالوجين، فلور، كلور، بروميود. طب يا دكتور السلفر، السلفر، الاس يالا اسمها كبريت، كبريت اللي هو السلفر. الاو اكسجين، ان نيتروجين، ان نيتروجين، والسي ده الكربون، والاتش ده الهيدروجين. طبعا انت اكيد عارف الكلام ده. طيب جم يصنفوا العناصر يا اولاد على حسب الفيلنسي. يعني ايه كلمه فيلنسي؟ فيلنس او الفيلنسي بتاعها، الفيلنس بتاعها اللي هو التكافؤ. يعني ايه يا دكتور تكافؤ دي؟ ما تجيب من الاخر، يعني يالا بيعمل كام رابطه؟ يعني اقول لك ان السلفر بيعمل رابطتين، يبقى تكافؤه كام يالا؟ تقول لي ثنائي يا ابراهيم. يالا اقول لك الاكسجين بيعمل رابطتين، يبقى تكافؤه ثنائي. طب يا دكتور النيتروجين بيعمل ثلاث روابط، يبقى تقول لي تكافؤه ثلاثي. طب بالانجليزي بقى بنقول الكلام ده ازاي؟ بص 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 بص، في حاجات مونوفيلنت. يعني ايه مونوفيلنت يالا؟ تعمل رابطه واحده، تاني تاني تاني، مونو واحد، فيلنت اللي هي جايه من فيلنس التكافؤ. يبقى مونو فيلنت يعني بيعمل رابطه واحده. زي مين؟ زي الهيدروجين. بس يا دكتور لا، والاكس تاني 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 تاني، مين هم الاكس بقى؟ قلنا فلور، كلور، بروميود، العناصر بتاعت الهالوجين. يبقى يا دكتور مين مونو فيلنت؟ مونو فيلنت يعني حاجه بتعمل رابطه واحده، دي اسمها مونو فيلنت. طب يا دكتور امال يعني مين هم المونو فيلنت؟ الهيدروجين والهالوجين، هيدروجين وهالوجين. طب امال يا دكتور سؤال، مين الداي فيلنت؟ يعني ايه كلمه داي فيلنت يالا؟ يعني يعمل كام رابطه؟ اثنين. داي، داي يعني اثنين، رابطتين، رابطتين. مين هم؟ اكسجين، اكسجين، سلفر. الاكسجينات والسلفر، الناس دي تعمل كام رابطه يا دكتور؟ رابطتين. يبقى كلمه داي فيلنت يعني ايه يا دكتور؟ يعني حاجه تعمل رابطتين، رابطتين. يبقى يا دكتور الهيدروجين والهالوجين دول يعملوا رابطه واحده. الاو والاس بيعملوا كام رابطه يالا؟ تو بوند، رابطتين، رابطتين، تو بوند، تو بوند، تو بوند. طب يا دكتور عايز اسال سؤال، امال مين تراي فيلنت؟ النيتروجين يعمل ثلاث روابط. تاني يالا، نيتروجين يعمل كام رابطة؟ تلاتة، تلاتة، تلاتة. يبقى النيتروجين ليه تراي فيلنت؟ عشان بيعمل ثلاث روابط. يبقى لما تجيب لك سؤال صح وغلط تقول لك هو النيتروجين از داي فيلنت، صح ولا غلط؟ النيتروجين داي ولا تراي؟ ما انت لازم تعرف بقى الاسئله هتيجي ازاي، ما تبقاش مغفل. يبقى يا دكتور النيتروجين تراي عشان بيعمل ثلاث روابط. لذيذه لذيذه. طب تعالى بص هنا كده، تترا فيلن، تترا، تترا يعني اربعه. يبقى يا دكتور حاجه بتعمل اربع ذرات، مين هي اللي بتعمل اربعه؟ مين هي اللي بيعمل اربعه؟ الكربون. الايه؟ الكربون. الكربون ده بيعمل اربع روابط. عفريت الكربون ده، عفريت الكربون ده، عفريت يعمل اربع روابط، ولا همه ولا شايف حد قدام الكربون ده. يبقى يا دكتور دي اول تقسيمه، ان يا دكتور العناصر بتعمل كام رابطه، اسمها الفيلنسي، التكافؤ، ماشي كده؟ يبقى ايه هو الفيلنس؟ التكافؤ. هو هيعمل كام رابطه؟ عندك مونو فيلنت اتش او اكس، داي فيلنت او اس، تراي فيلنت ان، تترا الكربون بيعمل اربع رابط. طب يا دكتور عايز اسال سؤال، الله يكرمك، بس كده فيلنس يعني تكافؤ، يعني بتعمل رابطه، بتعملها بايه؟ الكترونات. طب ايه يالا الالكترونات دي؟ الكترونات يا دكتور، الكترونات سالبه على الذره. انا مثلا ذره معايا الكترونين، هعمل رابطتين في حالي اللي معايا. يبقى انت معاك الكترونات تعمل بيها روابط. يبقى شغله الالكترونات عند الاتوم الذره يعني انها تعمل رابطه. اتفاجئنا ان كل ذره عندها الكترونات ما بتعملش بيها روابط. اه يا بنت الايه، كل الذرات، لا ذرات معينه بس عندها الكترونات مخبياها في جيبها ما بتعملش بيهم روابط. يبقى تاني،
كل ذره المفروض عندها الكترونات بتعمل بيهم رابط، اي رابطه بتتعمل بالكترونات. طب يا دكتور امال الالكترونات اللي متعانه ما بنعملش بيها رابط؟ اسمها نون بوندنج الكترون، ما هي رابطه اسمها بوند، لما اقول لك بيعمل رابطه يبقى بيعمل بوندنج، بوندنج. طب امال نون بوندنج يعني يا دكتور ما بتتعملش بيها بوند، ما بيتعملش بيها رابطه. يبقى انا عندي حاجه اسمها نون بوندنج الكترون. يعني ايه نون بوندنج الكترون؟ يعني يا دكتور الكترونات ما بنعملش بيها روابط، اسمها الحركي الدلع، اسمها يالا لون بير، اسمها ايه يا نجم؟ اسمها ايه يا حاجه؟ يا دكتوره ياما اللي باصه في السقف. يالا بص يالا، يالا بص انا اي نعم مش شايفك بس لازم تركز معايا، لان انا حاسس بروح المرقعه اللي جواك، لسه جاي من ثانوي فرحان بنفسك ومش في دماغك ومش في دماغك، فعشان خاطري ركز معايا بلاش بلاش سرحان، ابوس ايدك يا اخي ما تسرحش، يا اخي ابوس ايدك ما تسرحش. ماشي يابا؟ يبقى دكتور نون بوندنج اختصارها او الاسم الحركي بتاعها يقول عليها كده اسم تاني اسمها لون بير، يعني ايه كلمه لون بير يا ابرام؟ يعني يا دكتور الالكترونات ما بتعملش بيها روابط، طب ايه لازمتها؟ متعانه بقى عشان لو هبت في دماغها تعمل رابطه زياده ممكن تستخدمهم، يعني مثلا انا قلت لك الاكسجين بيعمل رابطتين، الاكسجين حب يعمل ثلاث روابط. خلاص يبقى انا ممكن استخدم لون بير من اللي انا عينهم، يبقى دي الكترونات متعانه وقت عوزه عشان لو حبيت اعمل رابط زياده عن التكافؤ بتاعي الطبيعي ممكن استخدمها. طب يا عم ابرام مين هم اللون بير عشان ده اول سؤال اهو في الامتحان. تعالى كده يالا اكس صف، بص الاكس ده عنده ثلاثه لون بير. ركز كده معايا، النقطتين دول يا ولاد اسمه لون بير. ده كده على بعض اسمه لون بير اهو. لون بير. السلفر يا ولاد عنده اثنين لون بير. السلفر عنده اثنين لون بير اهم. واحد اثنين. الاكسجين عنده اثنين لون بير. الاكسجين عنده اثنين لون بير اهو. النيتروجين عنده واحده لون بير. طب الكربون والاتش مفيش. يبقى تاني مين هم الذرات اللي عندها لون بير؟ الاكس صن، الاكس ثلاثه، الاكس ثلاثه، الاكس ثلاثه. طب الاس اثنين لون بير، الاو اثنين لون بير، الان لون بير واحد. خلي بالك اللون بير ملوش علاقه بيعمل كام رابطه، يعني بمعنى الان احنا قلنا بتعمل ثلاث رابط بس عندها لون بير واحد. طب يا دكتور الاو عندها اثنين لون بير وبتعمل رابطتين، الاس اثنين لون بير وبتعمل رابطتين، الاكس عندها ثلاثه لون بير وبتعمل رابطه واحده. طب الاتش والكربون يا دكتور ما عندهمش لون بير اصلا، ما عندهمش. يبقى اذا يا دكتور لون بير يعني ايه؟ يعني نون بوندنج. يعني ايه نون بوندنج يالا؟ يعني يا دكتور ده ببساطه شديده الكترونات متعانه ما بنعملش بيهم روابط، ودي موجوده عند اغلب الاتومز يعني. اللي يهمنا منهم مين؟ اللي هم دول. يا دكتور افرض دي حاجه ثانيه، لا مش هيجي. ناخدها قاعده من البدايه، اللي يقولوا ابرام بس هو اللي بيجي. حاجه انا ما قلتهاش يبقى مش هتيجي. اسمع كلامي او اسال اللي اكبر منك او اسال الناس الطلبه بتاعتنا في الروسيه او في البريطانيه، في اي خرابه اسال هتعرف المعلومه دي، ان اللي بيتقال بس هنا هو ده اللي بيجي. اسمع الكلام، يبقى دكتور الاس والاو والان والهيدروجين هم بس اللي بيجوا. طب انا عايز اسال سؤال، هيجي هنا السؤال اصلا ازاي في الامتحان؟ بص يا ابني تديك الدكتوره رانيا مركب كده في الامتحان زي ده كده او زي ده وتقول لك ايه؟ ما تعدي لي يلا عد لي النون بوندنج الكترون. يعني ايه بقى نون بوندنج الكترون؟ يعني يا دكتور بتقول لي في كام الكترون جوه اللون بير؟ والمركب ده عنده كام لون بير اصلا؟ تعالى كده نمسك بالراحه كده بالراحه. بص هو الراجل عنده اكسجين ونيتروجين صح يا رب؟ اكسجين ونيتروجين تمام كده؟ قول تمام. احنا انا اتفقت معاك اتفاق ان الاو عندها كام لون بير؟ ها انت يلا اثنين. يبقى الاو دي عندها اثنين بير والان دي عندها لون بير واحد صح؟ مش ده اللي احنا حفظناه؟ الاو 2 والايه؟ الان بواحد صح. الدكتوره بتقول لك ايه؟ انا عايزه النون بوندنج الكترون. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هي مش بتقول لك في كام لون بير، يعني لو انا قلت لك ده عنده كام لون بير؟ هتقول لي الان عندها واحد والاو عندها 2، يبقى 2 واحد كام؟ 3، يبقى دي عندها 3 لون بير. بس هو السؤال مش كده في الامتحان، هو السؤال بتقول لك الدكتوره ايه؟ هو المركب اللي قدامك على السبوره ده في كام نون بوندنج بس مش بير بقى مش زوج الكترونات لا الكترون. طب ما هو اللون بير الواحد جواه الكترونين، يبقى اذا يا دكتور المركب فيه كام الكترون؟ ما هو بص تعالى بص ده عنده كام لون بير؟ دي واحده ودي اثنين، يبقى كده كام لون بير؟ ثلاثه لون بير صح؟ طب كام الكترون؟ هضرب في كام؟ في اثنين. يبقى لما اقول لك عد النون بوندنج الكترون اضرب عدد اللون بير في كام يالا؟ في اثنين، لان كل لون بير فيه الكترونين. يعني لما اقول لك المركب ده عنده 3 لون بير على بعضه كده بالاو بالان، عنده 3 لون بير، طب انا عايز اعرف كام الكترون؟ اضرب عدد اللون بير في 2، ما هو كل لون بير فيه الكترونين، ولما اقول لك عنده 3 لون بير يبقى كام الكترون؟ اه ما هو 3 لون بير
وكل واحد فيه الكترونين، يبقى اذا كده كل على بعضه كام الكترون؟ ما هم ثلاثه، وكل واحد فيه اثنين، يبقى اثنين في ثلاثه سته. ايوه يا ده سته. يبقى اذا ريح دماغك لما بتقول لك نون بوندنج الكترون، قول لي هضرب عدد اللون بير يا دكتور في اثنين. طب فكرني كده معلش والنبي، مين عنده لون بير ثاني؟ ها الاكس صار. الاكس عندها، ها الاكس عندها كام؟ انت يا ابني ابوس ايدك بقى، انت يا بيه الاكس عندها كام؟ ثلاثه. الاكس عندها ثلاثه، الان بواحد، الاو باثنين، الاس باثنين. قول تاني، قول تاني. الاكس ها 3، ال ان بواحد، الاو باتنين، الاس باتنين. يبقى ده لما اجي اقول لك عد النون بوندنج الكترون، هتشوف المركب فيه كام لون بير وتضربه في اتنين. تعالى مثال تاني، لما الدكتوره تقول لك الميه، الميه دي H2O، H2O ده يا ولاد هو الميه، عنده كام بوندنج الكترون وكام نون بوندنج الكترون؟ طب بالراحه نمسك النون بوندنج الكترون. ابراهيم قال النون بوندنج يلا بيساوي ايه؟ يلا بيساوي عدد اللون بير في اتنين. طب يلا قول لي هي الميه دي عندها كام لون بير؟ 2 لون بير صح؟ الاو يا دكتور، الاو ده عنده 2 لون بير صح؟ يبقى 2 يا دكتور، 2 لون بير. و ابراهيم قال اضرب في 2 عشان كل لون بير فيه الكترونين. ايوه يبقى 2 في 2 ب 4. يبقى الميه دي عندها كام نون بوندنج الكترون؟ تقول لي 4 الكترون، 4 الكترون. يبقى دي عندها 4 الكترونات نون بوندنج. طب بص بقى، يلا بص بقى اللقطه دي، 4 الكترون. الخبطك بقى لما الدكتوره رانيا تحب ترخم في النقطه دي، ما تقولكش احسب النون بوندنج، تقول لك احسب البوندنج الكترون. احسب يالا البوندنج الكترون. لما تحب تلعبي يا دكتوره، لو قالت لك احسب البوندنج، شوف المركب فيه كام رابطه واضربهم في اتنين. يعني بص، هي ال H2O دي يالا تترسم ازاي؟ ما انت اكيد عارف الكلام ده من اولى ابتدائي. بص ال O دي كده ومعاها H يمين و H شمال. هسألك سؤال، دي كده عامله كام رابطه؟ ها رابطتين صح؟ اضرب عدد الروابط في اتنين، يبقى اتنين في اتنين بكام يالا؟ انت بقى بص ايدك بقى، اتنين في اتنين بكام؟ باربعه. يبقى دكتور جاي كاتب لها البوندنج هنا كام؟ 4 الكترون. يبقى تاني يا ابراهيم، تاني عشان خاطر لما الدكتور تقول لي عد النون بوندنج، هعد المركب فيه كام لون بير واضربهم في اتنين. لو قالت لك عد البوندنج، اضرب عدد الروابط ايا كان عددها في اتنين. في كام يا هلا؟ في اتنين، عدد الروابط في اتنين. يبقى دكتور تاني، يعني ايه كلمه لون بير؟ هي الكترونات نون بوندنج ما بنعملش بيها روابط، موجوده عند مين؟ عند الاكس صن. سؤالها بيجي ازاي في الامتحان يا دكتور؟ لازم تحفظ عددهم، عشان لما تقول لك عد النون بوندنج الكترون، ببساطه شديده خالص هتروح جاي عدد اللون بير ده تضربه لي في اتنين بس. في حاجه الحته دي يعني لعبه عيال، والله العظيم كلام هري هري، ما ياخدش منك دقيقه مذاكره. طب يا دكتور، انت قلت جمله من اول حصه وانا مركز فيها، انت قلت التكافؤ، التكافؤ التكافؤ ماشي، هو بيقول لي هعمل كام رابطه. صح. فاجئنا مفاجاه عظيمه جدا، الكربون بيعمل كام رابطة يا يعني من وانت في ابتدائي الكربون يعمل كام رابطة؟ الكربون بيعمل المفروض 4. جينا نشوف التكافؤ بتاع الكربون، لقيناه 2، نهار اسود. تعالى كده بص، انا اوزع الكربون كده، تعرف توزع سي 6؟ تعرف توزع سي 6؟ نرجع تاني عليه. ها سي 6 بتوزع ازاي؟ 1 اس 2 2 اس 2، فاكر الكلام ده؟ 1 اس 2 صح؟ و2 اس 2 فاكر الكلام ده؟ ها ال2 بي كام يالا؟ ال2 بياخد كام؟ ما هو دول 6، انت خدت 2، 2 و2 خدت 4، يبقى الباقي كام؟ 2. ال2 بي كام يالا؟ يا لهوي يا لهوي، ده ال2 بي فيه كام الكترون يالا؟ 2. يعني المفروض يعمل رابطتين. ما هو الكترونات التكافؤ اللي هي الفيلنس اللي قسمناها داي وتراي وتترا، هي عباره عن ايه؟ عباره عن الالكترونات في المستوى الاخير المفرده، الكترونات مفرده في المستوى الاخير. يعني المفروض الكربون ده يعمل كام رابطه؟ 2. ازاي يا دكتور؟ ده احنا من واحنا في ابتدائي بيقولوا لنا الكربون بيعمل 4. يا اخي ده انت حتى كاتب هنا 4 رابط، هو رابطه 2 3 4. منين بتقول بيعمل 4؟ ومنين بتقول ان التوزيع بتاعه يخليه يعمل رابطتين بس؟ هنا بقى جه السؤال، ومن هنا بدات الكيمياء. من هنا جه اليوم اللي تعرف فيه الكلام ده حصل ازاي. جه اليوم اللي تعرف فيه بدايه الاورجانيك وبدايه عيشتك في صيدله هتبقى سيئه ازاي، من بدايه لما اخترعوا حاجه اسمها الهايبريدايزيشن. الهايبريدايزيشن يا ولاد هو اللي بيفسر ازاي ده المفروض اصلا كان يعمل رابطتين بس.
وعلى ارض الواقع بيعمل اربعه. قال لك من خلال ان هو بيتهجن، وكلمه تهجين اسمها هايبريدايزيشن. هايبريدايزيشن يبقى هايبريدايزيشن يعني تهجين. طب يا عم ابراهيم، هو يعني ايه تهجين بالعربي اصلا؟ انا مش فاهم حاجه. افهمك انا، انا هفهمك، تعالى. كلمه تهجين يعني تحسين في الصفات. يعني لما يقول لك ده جابوا كلب الماني جوزوه لكلب مش عارف هاسكي عشان الكلب يكون شرس زي الالماني وفي نفس الوقت شكله حلو زي الهاسكي. ده اسمه تهجين، تحسين وتعديل في الصفات. تحسين وتعديل في ايه؟ في الصفات. يقول لك الفاكهه دي كانت بتطلع ببذر، احنا هنعمل لها تهجين عشان نخليها تطلع من غير بذر. وفعلا بره مصر يعني وانا مسافر لقيت مانجا من غير بذر. اي نعم طعمها كان سيء قوي بس كان من غير بذر، ده اختراع. فاهم قصدي؟ عملوه ازاي؟ تهجين، هندسه وراثيه. طب بالنسبه للكيمياء بقى، التهجين ده قال لك الكربون حاول انه يحسن صفاته من حيث ان هو بيعمل ربطتين وبقى بيعمل اربعه. طب يا دكتور التهجين ده قصته ايه في الامتحان؟ ما تيجي معايا سكه كده. بص يا التهجين انت مطلوب منك في الامتحان انك تعرف انواع التهجين. مش بس كده، انت تحددهم وتعرفهم وتعرف الزوايا بتاعتهم، تعرف الشكل بتاعهم، تعرف الاقصر والاطول، تعرف كل حاجه عن التهجين. ظهرك بقى لورا وركز معايا. عايز اقول لك لو التهجين خلص الحصه خلصت، الباقي ده كله هري، الباقي ده كله مش هياخد ربع ساعه. التهجين لو خلص الحصه خلصت. بص يا ليه قرب التهجين يالا في هنا ثلاث انواع. كم نوع يا بيه؟ ها كام؟ ثلاثه. اس بي 3 اس بي 2 اس بي، يعني انت ما ينفعش تختار حاجه رابعه او خمسه، ما فيش. هم اللي اخترعوهم ثلاثه، يا اس بي يا اس بي 2 يا اس بي 3. بص هي قعدت تشرح في التهجين ساعه في المحاضره صح؟ المها لك في كام سطر؟ سطر واحد والله، ثلاث سطور اهو. المها في كام سطر؟ ثلاث سطور. بص يا تعالى 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 تهجين، احل تهجين ازاي يا ابراهيم؟ ازاي اعرف ان الحاجه اس بي ولا اس بي 2 ولا اس بي 3؟ بص يا ابراهيم بيقول لك ايه؟ بص ابراهيم بيقول لك ايه؟ اتعلم بقى من اخوك. تعالى تعالى بص بص، اي حاجه على السنجل اس بي 3. ايه السنجل دي يا دكتور؟ يعني ايه سنجل؟ مين السنجل ده؟ مش مرتبطه يعني؟ اه رابطه مفرده مش مرتبطه، اسمها سنجل. بص الشرطه دي بس كده اسمها رابطه مفرده، مفرده اسمها سنجل بوند، سنجل بوند. يعني بص بص دي كده اسمها سنجل، دي سنجل، دي سنجل، دي سنجل، دي سنجل. بص يا سنجل، دي سنجل، دي سنجل، اهي مفرده اهي. اي خط كده مفرده سنجل 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 سنجل، يبقى سنجل يعني ايه؟ خط كده واحد اسمها رابطه سنجل، رابطه مفرده. يبقى الرابطه السنجل هي الرابطه المفرده، اي اتوم في الكون كله خلقها ربنا اتحطت على رابطه سنجل هنقول كلنا انها اس بي 3. طب يا دكتور امال لو كانت على رابطه دبل، يعني ايه دبل يالا؟ يعني زي دي كده، بص بص دي دبل بوند، خطين فوق بعض كده اسمها رابطه مزدوجه، دبل دبل دبل، دي اسمها دبل. اي حاجه على الدبل اس بي 2. خلصت. تاني 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 يا ابراهيم الله يكرمك. اي حاجه على السنجل اس بي 3، اي حاجه على الدبل اس بي 2. طب بص يالا، اي حاجه على التريبل، يعني ايه تريبل يالا؟ يعني على رابطه تريبل، رابطه ثلاث شرط، رابطه ثلاثيه اللي هي دي. بصوا الشرطه 2 3 دي اسمها تريبل بوند. اي حاجه على التريبل وانت مغمض هترد تقول لي انها اس بي. تاني يا دكتور، ازاي اعرف الثلاث انواع بتوع التهجين؟ اي حاجه على السنجل اس بي 3، اي حاجه على الدبل اس بي 2، اي حاجه على التريبل اس بي. اثبت لك انك فهمت. تعالى الدكتوره في الميد والفاينل هيجيب لحضرتك مركب زي ده، المثال يتغير بس الفكره واحده، وترقم لك الذرات، تقول لك دي الاتوم واحد ودي اثنين ودي ثلاثه، وتقول لك انديكيت ذا هايبريدايزيشن ستيت اوف نمبر ذا اتوم 1 و 2 و 3. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني حدد تهجين الذرات المترقمه 1 و 2 و 3 وتقول لك حددهم. بص هي الذره رقم 1 دي، يالا الذره 1 دي على ايه؟ مش دي على تريبل صح؟ على تريبل بوند اهي، يبقى تهجينها ايه؟ اس بي. بالله فيها حاجه؟ والله هبل. طب بص يالا الذره دي على ايه؟ مش على دبل؟ الاثنين دي مش على الدبل يالا، يبقى تهجينها ايه؟ اس بي 2 اهو. طب خد الذره دي على ايه؟ الذره دي على ايه؟ مش على سنجل اهي، سنجل بوند اهي اهي اهي، يبقى دي ايه؟ اس بي 3 اهي.
يبقى السؤال يجي لك في الامتحان ازاي؟ تقول لك الدكتوره انديكيت ذا هايبريدايزيشن ستيت بتاعت الدواء ده، ترسم لك دواء صغير كده او كبير ايا كان، وترقم لك شويه ذرات وتقول لك حدد تهجين الذرات اللي انا مرقمها لك. طب مثال كمان يا ابراهيم، مثال كمان، تعالى تعالى. المركب ده عايز نحل، ها مين شاطر يحدد التهجين بتاعه؟ يلا بص، الاو اتش دي تهجينها ايه؟ يا عم ابراهيم ما انت لسه قايل اي حاجه على السنجل اس بي 3. تعالى مش الاو دي على سنجل يبقى ايه؟ ها اس بي 3 اهي. طب تعالى الكربونه دي جايه انا من سنجل بوند، مش دي جايه سنجل؟ اه يبقى ايه؟ ها اس بي 3. مش الكربونه دي على سنجل يالا؟ على سنجل اهي بقى، يبقى اس بي 3. طب دي مش على سنجل؟ اه يبقى ايه؟ يبقى اس بي 3 اهي. فيها حاجه دي؟ والله ما فيها حاجه، والله لعب عيال، والله كمان مره لعب عيال. طب تعالى عايزين نحدد المركب اللي تحت ده، سي اتش 3 سي اتش 2 ان اتش 2، ها مين شاطر في ثانيه واحده؟ انا يبقى بنت براس كلب. ما هو في عيال يالا ادبي يعني جايين معانا هنا الحصه بالغلط. تقول لي يا دكتور انا في الامتحان يا دكتور ولا لقيت ولا دابل ولا تريبل ولا سنجل، انت ضيعتنا يا دكتور. ضيعت مين يا اللي تنشلي يا بيه؟ ما هو معنى ان هي ما رسمتش رابطه يعني ملزقه كله في بعضه معناه ان كله سنجل. على اسود هشق الدومي. يبقى يا دكتور معنى ان هي ما حطتش رابطه كده يبقى سنجل يا بيه. تاني يا دكتور يعني تقصد ان دي كلها رابط سنجل؟ اه كل ده سنجل، كل دي سنجل. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني كلهم اس بي 3؟ اه يا اختي كلهم اس بي 3. ايه كل دول اس بي 3 عشان على السنجل، يبقى اي حاجه على السنجل اس بي 3، اي حاجه على السنجل اس بي 3. طب تعالى يلا تعالى يلا، والله ما في اسهل من كده، يلا هات المركب ده. يلا اس اتش 3 دي ايه رايك انا فيها؟ الكربونه دي على رابطه ايه؟ مش دي كده رابطه ايه؟ ها دي كده رابطه ايه؟ يلا انطق يلا يا بنت يا بيه، دي على رابطه ايه؟ سنجل، يبقى نوعها اس بي 3 اهي. طب دي على رابطه ايه؟ مش دي على سنجل؟ اه يبقى ايه؟ اس بي 3. بالله فيها حاجه؟ لبعيات. طب تعالى الكربونه دي على ايه يالا؟ الكربون دي على ايه؟ مش على دبل يالا؟ يبقى ايه؟ ها مش دي كده على دبل بوند اهي؟ اهي دي دبل اهي؟ يبقى اس بي ايه؟ اس بي 2. طب خد يالا تعالى، هو الاكسجينه دي مش على الدبل بوند برضو؟ اللي اتمسحت دي، استنى استنى ارسمها تاني، مش دي كده دبل بوند وعليها الاكسجينه؟ الاكسجينه دي مش على الدبل؟ اه على الدبل، يبقى تهجينها هي كمان اس بي 2. لا يعني يا دكتور دي كمان اس بي 2؟ اه اس بي 2 اهو. يبقى اذا يا دكتور الاثنين سي اتش سي دول اس بي 3 ليه؟ عشان على سنجل. طب الكربون اللي في النص دي على اس بي 2 ليه؟ عشان على دبل. والاو دي اس بي 2 ليه؟ عشان على دبل. كلام فاضي. طب تعالى الميه، يلا الميه دي تعرف تحددها؟ تعرف تحدد الميه؟ اتش 2 او ها تهجينها ايه؟ يا دكتور ده سؤال، ما هو ما دام ولا رسمه دبل ولا تريبل يبقى اكيد سنجل، يبقى الميه اصلا تهجينها ايه؟ اس بي 3 عشان على سنجل، يبقى اس بي 3 يعني ايه سنجل؟ اهو اس بي 3. طب تعالى الدكتور بيقول لك سي اتش 4 ها اللي هو اسمه ميثان، ده اسمه الميثان، ميثان ميثان يا هلا ميثان ميثان ميثان، ده ايه ظروفه يالا؟ ايه ظروفه يالا؟ يا دكتور ما هي مش رسمه روابط يبقى سنجل، خلاص يبقى اس بي 3. طب اثبت لك كده انه اس بي 3؟ افكهولك تعال بص يالا كده ده بيترسم ازاي. بص الميثان، ميثان بيترسم ازاي؟ بص بيترسم كده اهو، اتش يمين اتش شمال اتش لفوق اتش لتحت. ها ايه رايك على السنجل ولا مش على السنجل؟ والله على السنجل. ارد الواد ابرام ده ارد. بص يالا اي حاجه على السنجل اس بي 3، خدها مني وانجز. يبقى يا دكتور المركب ده اس بي 3، انا في الامتحان بقى انا هقعد ارسم وادور واعمل يا باشا سنجل، اكتب اس بي 3 وروح. يبقى دي اس بي 3. طب الايثين ده اسمه ايثين، لازم تحفظ على فكره الاسمين دول، لازم تعرف ان ده اسمه ميثان وده ايثين. ايثين الايثين ده ايه ظروفه يا ابله؟ ايه ظروفه يا اموره؟ ايه ظروفه يا كتكوته؟ ده على دبل، يعني الكربون دي على الدبل ودي على الدبل، يعني دي اس بي 2 واللي جنبها ايه يالا؟ اس بي 2. الاثنين اس بي 2. طب يا دكتور امال المركب ده ايه؟ مين ده؟ مين ده يا دكتور؟ ده تريبل. ايوه ايوه يعني تهجينه ايه؟ اس بي. والله سهله، السي بي السي بي اهو 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 لعب عيال. طب عارف ده اسمه ايه؟ اسمه اسيتايلين. المركب ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه اسيتايلين، اسمه اسمه حفظ اسي اسي تايلين. الاسيتايلين حفظ وبيجي في الامتحان الدكتوره تقول لك اسيتايلين هايبريدايزيشن ايه؟ هتختار اس بي، بس الخازوق بقى في الامتحان هي مش هترسم لك شكل الاسيتايلين، ودي عاده الدكتوره رانيا. وانا قلت لك اعمل حاجه تانية تلقط ايه السؤال هيجي ازاي عشان ما تبقاش بتذاكر غلط، فاكر نفسك فاهم وبتذاكر وفي الاخر ما تحلش تجيب صفر تسقط. يا باشا افهم
لازم تحفظ ان ده اسمه اسيتايلين وده اسمه ايثين وده اسمه ميثان. ليه؟ عشان يا دكتور كده كده لما نخش في اجزاء المنهج هناخد الكلام ده بالتفاعلات بكل حاجه، بس لازم تحفظ ابوس ايدك الكلام ده عشان اول كويز لو عملت كويز او اول يا اخي المد هتقول لك الاسيتايلين تعجينه من غير ما ترسمه، فانت لازم تحفظ الرسمه سي اتش تريبل سي اتش سهله يعني مش فيها حاجه، اس بي طبعا مع اس بي عشان على تريبل بوند. طب بص يا يوم ما الدكتوره رانيا تحب تبوظ الدنيا في التهيئ اللي هو بص انا بجيب اسئله ما حدش بيحلها، تجيب لك ايه؟ تجيب لك ايه؟ بص يا تجيب لك المركب ده كده وتقول لك ايه؟ تقول لك الاكسجينه دي اسمها واحد ودي اسمها اتنين يا بيه. تاني دي واحد ودي اتنين. تقول لك ايه الفرق بالتحجين الاثنين؟ طبعا اي حد ما سمعش الحصه او مش معانا هيقول لك ايوه بقى ليه عد ويقعد يحسب ويعمل روابط ومعادلات، يا عم احنا فاضيين لوجع الدماغ ده، احنا عايزين الدرجه ونختار ونروح. يا دكتور ده دي على سنجل بس دي على ايه؟ لا على دبل، يعني دي اس بي 3 ودي اس بي 2 خلصت، يبقى دي يا دكتور على السنجل فنقول عليها اس بي 3. طب دي على الدبل اس بي 2. طب مين فيكم شاطر يقول لي الكربون؟ طب مش كله يعني، بص الكربونه دي ودي 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 1 2 3 4 5 الخمس كربونات اللي انا عامل عندهم نجوم دي يا عيال، كل تهجينهم ايه؟ دي ودي 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 ودي. يا دكتور هم مش على سنجل؟ اه يبقى تهجينهم وانت مغمض كده وانت مغمض تهجينهم ايه؟ ها؟ انت يالا انت يالا. بص 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 اهو 1 2 3 4 5 كلهم على السنجل يبقى تهجينهم اس بي 3. يبقى كل الكربون اللي عنده نجمه ده اس بي 3 يا صاحبي. طب يا دكتور في سؤال عايز اساله لك، هل القاعده دي عامه؟ يعني مفيش حاله اكسبشن كده في المستخبي حاجه كده؟ ها حاجه كده في ما بتطلعش لاي حد مش خساره فيك. خد يا القاعده دي تمشي على على الدنيا كلها ما عدا ثلاث حالات. ثلاث حالات، بص لو لقيت كربون مزنوقه يعني قاعده ما بين اتنين دبل بوند كده، يعني كربونه في النص كده زي الخازوق في النص كده ملوش لازمه بس ايه قاعد بين اتنين دبل، ساعتها نقول الكربون دي يا عيال اس بي، ساعتها نقول ايه؟ اس بي. يبقى دي اول حاله شاذه، الكربون المزنوقه بين اتنين دبل اس بي. طب تعالى لو لقيت البي عنصر البي ها البورون اكيد انت سمعت عنه عامل ثلاث روابط اس بي 2 اس بي 2 حتى لو كان على سنجل. لو لقيت البي عامله ثلاث رابط اس بي 2. طب لو لقيت البي اي عنصر البي اي لو لقيته يا دكتور عامل رابطتين بس يبقى يكون اس بي، يكون ايه يالا؟ اس بي. يبقى تاني ايه هم الثلاث حالات الشاذه بتوعي؟ لو لقيت كربونه بين اثنين دبل اس بي، بي عامله ثلاث رابط اس بي 2، بي اي عامله رابطتين اس بي. طب يا ابراف انا نفسي اسال سؤال، اتفضل. السؤال هيجي هنا ازاي؟ اقول لك تعال الدكتوره هتقول لك السي او 2 تهجينه ايه؟ السي او 2 تهجينه ايه؟ طب ايه السي او 2 ده؟ ما انت لازم تحفظ رسمته. اه يعني انت تعرفه نفرد حاجه، ما انا قلته لك اهو، انا قلت لك اهو سي او 2 بيترسم كده. بص انا بترسم ازاي؟ سي دبل بوند او يمين دبل بوند او شمال. تسالك بقى تسالك تقول لك هو السي او 2 ده تهجينه ايه؟ تهجين السي او 2 يا دكتور ايوه دي الحاله الشاذه اللي ابرام قالها، اول واحده كربونه مزنوقه بين اثنين دبل بوند هي ابرام يعني اس بي. طب اسالك سؤال، الاكسجينتين دول تهجينهم ايه؟ يعني الاو دي تهجينها ايه والاو دي تهجينها ايه؟ حد يعرف يرد؟ الاو دي ايه والاو دي ايه؟ يا دكتور دي اكسجينه يعني دبل على الدبل اهي على الدبل، يعني دي اس بي 2 دي اس بي 2 بس الكربونه اللي في النص اس بي. تاني الكربون اللي في النص المزنوقه بين اتنين دبل في اي مركب لقيت كربون بين اتنين دبل تقول لها اس بي. طب لو قالت لك الاكسجينه دي ودي، لا دول عادي بقى اس بي 2 اهي على دبل بوند ودي اس بي 2 عشان على دبل بوند ما فيهاش كلام، دي كلام قديم عادي. البي عامل ثلاث رابط اس بي 2 يعني لما اقول لك البي اتش 3 تهجينه ايه؟ بي اتش 3 بي عامله ثلاثه يبقى تقول لي يا دكتور اس بي 2. طب البي اي ات بص تقول لك ايه الدكتوره تقول لك ايه؟ بي اي اتش 2 تهجينها ايه؟ تقول لها اس بي. طيب يا دكتور انت علمتني ازاي احل، الله الوكيل انا ما ينفعش اتلخبط بعد كده. يعني انا ما ينفعش اتلخبط اصلا بعد كده.
بس انا عايز اسال سؤال مهم بقى، سؤال مهم جدا، هو يعني ايه اس بي 3؟ صح، يعني ايه اس بي 3 اصلا؟ من حقك تسال وانا من حقي اجاوب. اسمع يا هو، بص لما اقول لك اس بي 3، اس بي 3 لما اقول لك اس بي 3 او اقول لك حاجه اس بي 2 اقول لك حاجه اس بي، بس كلمه اس بي 3 يعني عملت رابطه بالاس ورابطه بالبي 1 وبالبي 2 والبي 3، يبقى انت عملت كام رابطه؟ اربعه. اربعه اس بي 3. يعني لما اقول لك النيثان ده اس بي 3 ليه؟ بص يلا، عشان عامل رابطه بالاس، واحده بالبي الاولى، ودي البي الثانيه، ودي البي ايه؟ الثالثه. فلما اقول لك اس بي 3 يعني عملت واحده بالاس، واحده بالبي الاولى والثانيه والثالثه، فقلت بي 3 ثلاثه بي واحده اس. طب لما اقول لك اس بي 2، تعالى بص بص كده، انا قلت لك البي لو عملت ده رابط اس بي 2، طب ليه؟ بص بص البي اتش 3 ده ليه اس بي 2؟ بص بص، اول رابطه بالاس، الثانيه بالبي 1، الثانيه بالبي 2، فقلت اس بي 2 عشان عملت واحده بالاس وواحده بالبي 1 وواحده بالبي الثانيه. طب بص بص، طب اقول لك ايه؟ بي اي اتش 2 ده اس بي، ليه اس بي؟ يلا يلا ابوس ايدك، اسمع يلا اتعلم يلا. بي اي اس بي، ليه البي اي اتش 2 اس بي بس؟ ما هو اتش 2 عامل كام رابطه؟ في رابطتين، واحده ها نيرون، واحده بالايه؟ ها بالاس، والثانيه بالبي. طب هل في الامتحان يا دكتور انا هيطلب مني اقول الكلام ده؟ لا لا، انا بس انا ما بحبكش تحفظ، يعني انا كل اللي اتحط على السبوره ان السنجل اس بي 3 دبل اس بي 2 تريبل اس بي والكربونه بين اثنين دبل اس بي، لعب عيال فاهم. لكن انا عايزك تفهم، على قد ما هتفهم على قد ما هتعرف تحل، فعشان كده ده معنى اس بي واس بي 2 واس بي 3 ولا ايه؟ تمام. طيب هل في الامتحان الدكتور هتقول لي بس حدد اس بي واس بي 3 واس بي 2؟ لا، دي البدايه، يعني دي بدايه ان انت بدايه سؤال. طب امال يا دكتور ممكن تسال ايه؟ بص قبل ما اقول لك تسال على ايه تاني، تعالى افهمك جدول مهم قوي. بص يقولوا كده يا عيال ان الاس بي 3 ده شكله، وكلمه شكله في الكيمياء مش بنقول الشيب، بنقول حاجه اسمها جيومتري. الجيومتري بتاع اي ذره اس بي 3 تتراهيدرال، وكلمه تتراهيدرال يا عيال يعني هرم، شكل الهرم كده. بص بص ده معنى كلمه تتراهيدرال، بيبقى شكله عامل كده اهو، ده اسمه تترا هيدرال. طبعا هي مش هتقول لك قول لي يعني ايه تترا هيدرال، بس انت عشان تعرف يعني ايه تترا هيدرال، حاجه عامله زي الهرم كده، يبقى تترا هيدرال. يبقى الاس بي 3 ده شكله ايه يا ولاد؟ تترا هيدرال. لازم تعرف الانجل بتاعته، يعني ايه انجل؟ الزاويه ب 109 ونص، الزاويه ب 109 ونص. لازم تعرف ان الاس بي 3 ده، الاس بي 3 اطول رابطه، رابطته طويله جدا. يعني لو ده دكتور دي ذره ودي ذره وفي النص رابطه اس بي 3، يعني يا دكتور الذره دي اس بي 3 ودي اس بي 3، فالرابطه ما بين ذرتين اس بي 3. الرابطه دي بتبقى طويله وضعيفه، ما هو كل لما مش هيقول لك ده طويل وهبل، ليه طويل وهبل؟ ما هو كل لما بتطول بتبقى اهبل، كل لما يا دكتور الرابطه بتطول بتبقى اضعف. يبقى لازم تعرف ان اي حاجه اس بي 3 بتكون ب 109 ونص دي الانجل بتاعتها، ولازم تعرف انها اللونجست بس الويكست. يعني ايه لونجست ويكست؟ اطول رابطه واضعف رابطه. يعني لو الدكتوره قالت لك في الامتحان اختار يالا الرابطه اللونجست، يعني ايه اللونجست يالا؟ الاطول. يبقى انا هدور على رابطه ما بين اثنين ايه؟ اس بي 3، صح يالا؟ طب لو قلت لك اختار لي الرابطه الويكست، يبقى هدور على رابطه بين ذرتين اس بي 3، صح ولا لا؟ والله صح. طب تعالى، امال يا دكتور الاس بي 2 لازم تحفظ ان شكله بلانر، يعني ايه ترايجونال بلانر؟ يعني مسطح بلانر، يعني مش عارف اقولها لك ازاي، يعني بص بص مسطح، يعني بص بص اهو دي كده مسطحه اسمها بلانر، دي كده بلانر فده مسطح، يبقى كلمه بلانر ترايجونال بلانر اللي هو مسطح. طب يا دكتور الانجل بتاعته كام؟ 120. يبقى زاويه يا دكتور الاس بي 2 كام يالا؟ 120. طب يا دكتور الاس بي؟ لا ده الاس بي ده لينير. يعني ايه كلمه لينير يالا؟ لينير يعني خطي، عامل زي الحبل الفتله كده، خطي لينير، خط مستقيم كده اسمه لينير. يبقى اي ذرات اس بي يالا تهجمها اس بي، يبقى وسالتني على الشكل هقول لها لينير. طب الانجل بتاعتها بكام؟ ب 180. الانجل بكام يالا؟ ب 180. الانجل ب 180. لازم تعرف معلومه مهمه من هنا لبكره، ان الحاجه الاس بي دي شورتست. يعني ايه شورتست؟ قصيره. اقصر رابطه اس بي. اقول تاني لما تقول لك دور على الشورتست بوند، دور لها على رابطه ما بين ذرتين اس بي، يعني ذرتين على تريبل،
يبقى لما اقول لك الشورتست الاس بي، يبقى دكتور تاني اس بي ده لينير زاويته 180 وده اقصر رابطه. طب انا هسالك سؤال، لما قلنا ان الحاجه لما بتطول بتبقى اضعف، يبقى لما بتقصر بتبقى اقوى. شيلك قصير بس ايه يا حير، لكن طويل لا لا طويل واهبل. يبقى كل ما حاجه بتطول تضعف، تقصر تجمد. عشان كده لما اقول لك انا عايز الموست سترونج بوند، السترونجست بوند، الشورتست بوند، اقصر واقوى، اختار لي حاجه فيها اس بي. اختار حاجه فيها ايه؟ اس بي اس بي اس بي. يبقى دكتور اس بي حاجه لينير 180 شورتست موست سترونج. طب يا دكتور الاسئله هنا هتيجي ازاي؟ يعني هل الدكتوره هتقول لي الاس بي 3 زاويته بكام والاس بي 2 زاويته بكام؟ لا 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 خالص خالص. ده بص بقى تسال السؤال ازاي؟ تعالى بدل ما تقول لك الذره رقم واحد تهجينها ايه؟ هي بدل ما تقول لك كده واحد ده تهجينه ايه؟ مش هتقول كده. هتقول لك هو واحد ده الشكل بتاعه ايه؟ الجيومتري بتاعته ايه؟ طب الانجل بتاعته كام؟ فهمت بقى اللعبه؟ فهمت اللعبه ده؟ يعني نفس المركب اللي فوق ده. الدكتوره بتقول لي انا عايزه الشكل بتاع رقم واحد، فانت لازم تحدد الايه الاول؟ التهجين. يبقى اول ما تسمع سؤال عن شكل او زاويه على طول حدد اطول واوسط، حد التهجين، وعلى اساس التهجين هتحل. يعني لما اقول لك الزاويه الذره رقم واحد شكلها ايه؟ اه تقول لي دي على تريبل، يبقى اس بي. واي اس بي لسه قايلين ايه يا ولاد؟ ان هو لينير. طب بص هنا تقول لك ايه؟ الزاويه رقم اثنين مالها؟ زاويتها بكام؟ تقول لها 120. تقول لها بكام يا 120. تجيب لك سؤال اختيارات تقول لك ايه؟ ويتش اوف ذا فولوينج هاز انجل 120. مين اللي عنده انجل يالا؟ 120. يبقى انا اكني بدور على حاجه تهجنها ايه؟ اس بي 2. صح يا؟ طب بص 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 تعالى 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 بس معايا. بص الدكتوره بتقول لك ايه؟ ويتش اوف ذا فولوينج هاز بلانر شيب. يعني ايه بلانر؟ يعني مين فيهم ايه؟ بلانر. طب انا احلها ازاي دي؟ يا لما ابرام قال لك اسمع كلام ابرام تكسر، دور بلانر يعني دي شكل. وابرام قال شكل وزاويه، دور على التهجين. يبقى التهجين بتاع البلانر ده كان اس بي 2، يبقى كاني بدور على حاجه تهجنها اس بي 2. بص يا السؤال اللي جه قبل كده في الكويز ده، بص بص بتقول لهم ايه؟ الميه الميه على السنجل يبقى اس بي 3. طب ان اتش 3 على السنجل اس بي 3. طب بي اتش 3 ايوه يا بوب، ده دي الحاله الايه؟ الاكسبشن، الحاله الشاذه اللي قلت لك خلي بالك منها. جت اهي اهي جت اهي. يبقى وانا مغمض هختار مين؟ البي اتش 3، لان قلنا دي حاله اكسبشن تهجنها اس بي 2. يبقى يا دكتور البي اتش 3 دي انا جاي قايل ان هي ايه يا صاحبي؟ اس بي 2. فعشان كده هي بلانر فاخترتها. اخترتها والله اخترتها. طب بص الدكتور بيقول لك ايه؟ اختار الشورتست بوند. الدكتور بيقول لك ايه؟ اختار ايه؟ شورتست بوند. شورتست، طب اعرفه منين شورتست ده ولا ايه؟ خدنا حاجه اسمها شورتست وتقعد بقى في اللجنه تعيط لي. ايوه ما انا كنت المفروض ما اصل انا الاورجانيك صعبه، انا بخاف من الاورجانيك. تخافي؟ تخافي ايه؟ دي في حاجه شورتس لسه كاتب شورتس. يبقى مين؟ ها ادور عليه اس بي شورتس اس بي اس بي. يبقى انا هدور اكنه بيقول لي دور على مين في دول اس بي. يا دكتور الميه والان اتش 3 نشادر دول اس بي 3، ما احنا لسه قايلين يعني دول غلط. بس الاتش سي ان ده سنجل، ازاي حضرتك اخترته؟ يعني ازاي اخترت اخترت شورتس ازاي انت؟ فاكر لما قلت لك احفظ شكل السي او 2 بيترسم ازاي؟ احفظ لي شكل الاتش سي ان ازاي؟ الاتش سي ان ده بيترسم كده اتش سي تريبل بوند ان، ده الاتش سي ان. يبقى الاتش سي ان بيترسم ازاي؟ اتش سي تريبل بوند ان. طب يا دكتور افرض جابت لي، لا مش افرض، اللي انا بقوله هو اللي بيجي، بمعنى ان اللي اقول لك احفظه وذاكره مش هيجي لك غيره، فاهم قصدي؟ فانا بقول لك احفظ الاتش سي ان بيترسم ازاي والسي او 2 بيترسم ازاي، يبقى لازم تحفظ. اتفقنا؟ طيب يبقى يا دكتور اتش سي ان ده بيترسم كده اهو اتش سي تريبل ان. طب يا دكتور ده تهجينه ايه؟ اس بي طبعا عشان على تريبل، دي تريبل ودي تريبل، يعني الاثنين اس بي. يعني يا دكتور الاثنين شكلهم ايه؟ لينير، الاثنين قصيرين. ما احنا قلنا اقصر حاجه اللي هي القويه النص سترونج دي الايه؟ الاس بي يا ولاد. طب يلا نحل سؤال ثاني، يلا نحل سؤال كمان. قبل ما نقول عد الباي الكترون دي انا عايز اسال شويه في التهجين في ده، ماشي كده؟
يعني انا مش عايز اعد الباي الكترون دي دلوقتي، اضمن بس انك هضمت التحليل. اول سؤال انا بساله لك، المركب ده فيه كام ذره اس بي 2؟ ده اول سؤال اتسالته. تقول لك نمبر اوف اتوم اس بي 2، ده عنده كام اس بي 2؟ كام ذره اس بي 2؟ طيب فانت تقعد تفكر بقى كام اس بي 2؟ طب اعمل ايه؟ ما تبص يالا، ما هو ابراهيم قال اس بي 2 دي اللي على الدبل بوند. طب تعالى في كام حاجه على الدبل؟ والله يا دكتور بص، دي على الدبل بوند اهي، ودي على الدبل بوند اهي، دي على الدبل ودي على الدبل. صح؟ صح. يبقى دي ذرتين، ودي يا دكتور على الدبل، ودي على الدبل، يبقى كده كام ذره؟ لا ثلاثه، هي اربعه، واحده اثنين ثلاثه اربعه، يبقى كام اتوم اس بي 2؟ اربعه اس بي 2. في حاجه دي؟ طيب عيال، طب بص يا تسالك ايه؟ بص اسالك سؤال تاني، بص بص بقول لك ايه؟ هاو ميني لينير اتوم؟ في كام حاجة هنا لينير؟ في كام لينير؟ الدكتورة بتسألك اهو، في كام لينير اتوم؟ يعني ايه كلمة لينير يالا؟ لينير يعني اس بي، يعني اكن الدكتورة بتسألني بتقولي هو ده عنده كام اس بي؟ تعرف تعد؟ يعني انا مش بقول لك فكر، بقول لك حسس بس كده وانت هتعرف. لما تيجي تحسس كده، في كام هنا اس بي؟ ما هو اس بي ده التريبل، في كام اس بي؟ واحدة تانية، يبقى عنده كام لينير؟ اتنين. خلصت. في حاجة؟ طب بص خد، بص خد التقيلة بقى، تاخد التقيلة تعالى. تقول لك في كام؟ 109.5. كام اتوم؟ 109.5. يا دي النيلة، يعني ايه 109.5 يالا؟ يعني اس بي 3. طب ده عنده كام واحدة اس بي 3؟ فين الاس بي 3؟ فين؟ دكتور يا دكتور، اس بي 3 ده ابو سنجل اهي، دي يا دكتور اهي ماسكه في سنجل، ودي يا دكتور بص اهي سنجل يمين وشمال وفوق وكله سنجل اهي، اللي بالاسود دي، ودي كمان سنجل. حد شايف حاجه سنجل تاني؟ هل انت شايف كربونه سنجل تاني غير دي ودي ودي؟ لا. يبقى دول كام سنجل؟ ثلاثه، ثلاثه سنجل، يعني ثلاثه اس بي 3، يعني 309.5. التهجين افكار اسئلته كثيره زي ما انا بقول لك كده. طب تاخد اصعب فكره في التهجين غير الحالات الشاذه وكده، تجيب لك المركب ده الكبير ده وتقول لك ايه؟ بقلمك، بقلمك ده شاور، شاور على اقصر ربطه. والسؤال ده سر بينه وبينك ما يطلعش لحد. تقول لك شاور على اقصر ربطه. طب اعرف منين اقصر ربطه دي يا عيال؟ اقصر ربطه، احنا سمعنا حاجه زي كده، سمعنا عن حوار اقصر واطول، ده ايه ده؟ اجيب متر يعني واقيس؟ مين يرد؟ مين يرد يا حبايبي؟ مين؟ مين؟ يا اخي عشان خاطري لو انت عارف الاجابه ابعت لي. بص انا طول عمري بحب السنتر اصلا، كلام في سركم يعني، بس عشان الشغل بقى كتير قوي ما كنتش لاحق اروح اكتر من سنتر، فقعدنا بنشتغل للاسف اونلاين. فانا بحبك تكون شايفني ومركز معايا. فبامان بالامانه يا اخي لو انت مركز معايا دلوقتي ابعت لي قول لي وطمني، انا عارف ان اقصر رابطه هي الاس بي، والمفروض يا دكتور هنختار الرابطه دي عشان خاطري. لو انت عارف كده ابعت لي، ابعت لي فرحني. يعني لو انت عارف ان انا عشان بقول لك اختار الشورتست، فانت هتقول ان هي اس بي وتشاور على الرابطه التريبل دي، ابوس ايدك يا اخي، ابعت لي فرحني وقول لي انا كنت مركز وعارفها. عشان بجد انا بقلق وبخاف انك تكون سرحان. اوعى تسرح، عشان كده تلاقيني عمال ازعق كتير. ما تسرحش. يبقى يا دكتور بيقول لي اقصر رابطه، يبقى اكنه بيقول لي دور على الاس بي، اكنه بيقول لي شاور على التريبل بوند. فاحنا قلنا اي حاجه على التريبل ايه؟ اس بي. بالله يا اخي في حاجه في التهجين؟ طبعا انت بقى توقف الفيديو ترسم المركب ده عشان نرجع للايه؟ للسؤال الاصلي اللي انا كنت عايز احطه هنا، ماشي؟ ترسم بقى تحل الاسئله دي كلها وتكتبها عندك في الورق وتروق الدنيا، ماشي؟ طيب انا عايز بقى امسح دي، عايزين حاجه نمسح بيها. الاقلام اهي. عايزين بقى ايه؟ همسح دي وارجع بقى للسؤال اللي انا كنت عايز اساله هنا، يعني انت اكتب بقى افكار التهجين دي كلها واظبط الدنيا. طيب تعالى بقى، انا عايز اعمل ايه؟ عايز اسالك السؤال اللي انا كنت نفسي اساله لك من بدري، اللي هو ايه بقى؟ الدكتوره بتقول لك ايه يا صاحبي؟ بص بص الدكتوره بتقول لك ايه؟ احنا قلنا ده سي او 2 خلاص مش لنا دعوه بيه. بص الدكتورة بتقول لك أنا عايز أعد حاجة اسمها الباي إلكترون. يعني إيه باي إلكترون يالا؟ يعني هي الدكتورة بتسألني سؤال من حقها تسأل الدكتورة بتاعتك.
بتقول لك هو المركب فيه كام رابطه باي، وده مش بس كام رابطه باي، انت بتقول لك كام الكترون. هي اللي بتسال مش انا والله. يعني بص كده بص كده بص كده بص 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 تديك في الامتحان مركب ايا كان شكله بقى وحجمه مش هتفرق، تديك مثلا مركب زي ده كده، يا رب اهو مثلا، وتقول لك المركب اللي قدامك ده يا دكتور جواه كام رابطه باي. طب انا اعرف منين في كام رابطه باي؟ اعرف منين هو يعني ايه باي اصلا؟ بص يا صاحبي تعالى تعالى والله ما خساره فيك. بص بدل ما ركز معايا انا هحبك. التريبل بوند يالا تريبل فيها واحده سيجما واتنين باي. تاني 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 فيها واحده سيجما واتنين باي. هنعرف يعني ايه باي دلوقتي، بس بس واحده سيجما واتنين باي. الدبل بوند الدبل دبل فيها واحده سيجما واحده باي. ده خلي بالك ده ممكن يجي لك سؤال لوحده تقول لك هو التريبل بوند يكون فين؟ 2 سيجما وواحده باي، ولا واحده سيجما واثنين باي، ولا الثلاثه باي، ولا الثلاثه سيجما؟ في اختيارات؟ لا انت هتختار ايه؟ واحده سيجما واثنين ايه؟ اثنين باي. طب استنى، معنى كده ان الباي الكترون هي الالكترونات اللي جوه الروابط باي دي. طب بص انا مش عايز باي الكترون، انا عايز باي بوند. ده جواه كام باي بوند؟ هتقول لي يا دكتور دي تريبل عندها كام باي؟ لسه ليه تريبل فيها اثنين، ودي دبل فيها كام باي؟ واحده. يبقى ده عنده كام باي بوند؟ ده عنده كام بوند باي؟ ده عنده كام باي بوند؟ ده عنده 3 باي بوند. 3 روابط باي، واحد اثنين في التريبل، واحده في الدبل بوند. اتفقنا؟ اتفقنا. طب تعالى. امال عنده كام باي الكترون بقى؟ بص كلام في سرك برضه. الرابطه الباي الواحده فيها الكترونين. يبقى الباي الواحده فيها الكترونين، يعني لو عنده 2 باي 4 الكترونين. طب عنده 3 باي 6 الكترونين. 5 باي 10 الكترونات، صح؟ يبقى اذا انا هضرب عدد الروابط باي في كام؟ في 2. يبقى لو عايز عدد الباي الكترون احسب الباي بوند فيه كام رابطه. يعني قول لي ده عنده كام رابطه باي؟ التريبل فيها 2 والدبل فيها واحده. طب اي رابطه سنجل من دول؟ لا دي اسمها سنجل، سنجل يعني رابطه سيجما عاديه سنجل، فاهم قصدي؟ ما فيهاش باي اصلا. فمين اللي عنده باي؟ اللي هي الدبل والتريبل، صح؟ دي عندها باي بوند. يبقى اللي عنده 2 باي ودي واحده باي، يبقى 3 باي بوند. اضرب العدد في 2 هيديك على طول عدد الباي الكترون. يبقى هنا يا دكتور الباي بوند 3 وكل واحده باي يا دكتور عندها الكترونين، يبقى عدد الباي في 2. يبقى انت هتضرب عدد الباي في كام يا له؟ في 2. يبقى لو عايز تعد الباي الكترون اضرب لي عدد الباي في 2. يبقى ده عنده 3 باي بوند، يبقى 3 في 2 بكام؟ 6 الكترون. 6 الكترون. نفس فكره النون بوندنج الكترون، قلت لك اضرب عدد اللون بير في 2. هنا برضه بقول لك اضرب عدد الباي بوند في كام؟ في 2، لان كل باي بوند فيها الكترونين وكل لون بير فيه برضه الكترونين، فاهم قصدي؟ يبقى انت بتعد اللون بير تضربه في 2، وبتعد الباي بوند تضربهم في 2. طب عد الباي بوند ازاي؟ ما هو مرسوم قدامك يا ابني، قلتم على وشي، ما هي مرسومه. تريبل تريبل فيها 2 باي ودي فيها 1 باي، يبقى اذا عد بس، الموضوع بسيط قوي. طيب انا عايز اقول لك احنا الحمد لله خلصنا الجزء الرخم، الباقي بقى ده كلام فاضي لعب عيال. يعني بص انت عملت يا دكتور الدبل بوند فيها واحده باي، في الدبل بوند فيها واحده باي واحده سيجما، والتريبل بوند دي فيها واحده سيجما واثنين باي. يعني ايه هو اصلا؟ يعني ايه سيجما؟ عارف الاسئله الوجوديه دي؟ يعني ايه سيجما؟ يعني ايه باي اصلا؟ انا هعرفك وهفهمك. بص السيجما دي هي اي رابطه مفرده. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني بص اي رابطه لوحدها كده مفرده يا دكتور دي اسمها سيجما، سنجل سيجما، ماشي؟ اي رابطه مفرده اسمها سنجل سيجما. طيب الرابطه السنجل السيجما دي يا دكتور اللي هي دايما مفرده بتتكون ازاي؟ بتتكون كده يا بص 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 ايه اللي بيجرى؟ ببساطه شديده انا يعني مثلا هو لما اقول لك الاتش ماسكه في الاتش اهي، دي كده رابطه ايه؟ باي. انت شايف في دبل بوند او تريبل؟ لا، يبقى دي لوحه ايه؟ سنجل، صح؟ اتكونت ازاي بقى؟ ده سؤال الامتحان. السنجل بوند السيجما بتتكون بحاجه اسمها هيد اون هيد. يعني بص 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 دي ذره اهي اهي، ودي ذره اهي، دي عندها الكترون يالا اهو، ودي عندها الكترون. بص يالا ايه اللي يجرى؟ الاثنين يخبطوا في بعض ويعملوا تداخل بالراس. يعني ايه هيد اون هيد؟
بص بص الاثنين يخبطوا في بعض بالراس، بص هيد اون هيد اهو، هيد اون هيد، هيد اون هيد، فعشان كده بيعمل رابطه سترونج قويه. يبقى اذا يا دكتور الهيد اون هيد اوفرلاب، يعني ايه اوفرلاب؟ يعني تداخل بالراس، الكترون مع الكترون خبطوا في بعض بالراس يلا، فكونوا لي رابطه سيجما سنجل. يبقى سيجما سنجل بتتكون ازاي؟ هيد اون هيد اوفرلاب، هيد اون هيد اوفرلاب، ودي بتبقى قويه. بس كده لا، ده انت لازم تعرف معلومه ان الرابطه السيجما السنجل طاقتها قليله. طب ليه طاقتها قليله؟ لا، لانها بتتحرك كتير، عندها فري روتيشن. ايه ده اللي هو انرجي؟ يعني طاقه قليله، طاقه قليله. فري روتيشن يعني ايه فري روتيشن؟ يعني بينفع تتلف وتتحرك، فعشان كده دايما مرتاحه. لما تتحرك شويه وتتمشى كده ترتاح. يبقى الباي بوند السنجل بوند عشان عندها فري روتيشن، فهي طاقتها قليله. طاقتها ايه؟ لا قليله، الروتيشن ده قلل الطاقه شويه. يبقى اذا يا دكتور الفري روتيشن دي حاجه قللت الانرجي بتاعتها، فاذا هي رابطه سترونج عشان تعمل هيد اون هيد اوفرلاب، وفي نفس الوقت ما تنساش ان ليها فري روتيشن والطاقه قليله. يبقى لما الدكتوره هنا تجيب لك نقطه صح وغلط تقول لك ايه؟ تقول لك السنجل بوند السيجما ها بتتكون من هيد اون هيد اوفرلاب and has higher energy due to free rotation. هي عندها طاقة عالية higher energy عشان بتعمل free rotation، ولا عندها طاقة قليلة؟ قليلة. يبقى السيجما طاقتها قليلة عشان عندها free rotation. يعني يجيب لك الجملة كلها صح ما عدا كلمة واحدة higher أو lower. فانت عشان كده تركز، هي لا مش هاير انرجي، هي لور انرجي. لور انرجي يعني ايه لور انرجي يا اولاد؟ يعني طاقه قليله. لور انرجي يعني طاقه قليله قليله قليله. طبعا لازم تتكون بين ذرتين، يبقى صح؟ يبقى دي بتتكون فورمد باي تو اتوم، صح؟ لازم بين ذرتين، تمام كده؟ طيب امال يا دكتور ايه الباي بوند دي بقى؟ لا يلا، ده الباي بوند دي عفريته. ده بص الباي بوند دي انا بتتكون، يعني تجيب مثلا اوربيتال بي، ما سموها باي ليه؟ لا ليه اتسمت باي بوند؟ لان هي بتيجي من اوربيتال بي. ما في حاجه اسمها اوربيتالات في ثانوي، اس وبي ودي واف، لو مش عارفهم عادي فاكس مش هنحتاجهم. المهم ان الاوربيتال بي ده بيبقى شكله كده، بيعملوا تدخل بالجنب. يعني ايه؟ ابص بالجنب، ده بي وده بي، السيجما جت كده راس براس، الباي جت بالجنب. بص 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 بالجنب اهي اهي. فبص يا دي هتعمل تداخل بالجنب اهو. فدي اسمها لاترال اوفرلاب. يعني ايه اللاترال؟ لاترال يعني جانبي، او نقول عليها كده في الكيمياء سايد باي سايد. يبقى يا اما تقول لي الباي لاترال، يا اما تقول لي سايد باي سايد اوفرلاب. سايد باي سايد اوفرلاب. يبقى باي بوند يا دكتور الاثنين بيخبطوا في بعض، سايد باي سايد او لاترال اوفرلاب. خلي بالك بقى الباي بوند دي دبل بوند، يعني بتكون يا اما جوه الدبل يا اما جوه التريبل، صح؟ يعني ممكن تعمل رابطتين ها او ثلاثه، يعني ممكن تكون في رابطه دبل او في رابطه تريبل، فاهم قصدي؟ فعشان كده الباي بوند دي انا مستحيل تلف. يعني لو دي تريبل بوند اهي، واحد ادي اللي في النص دي سيجما ودول باي، مستحيل تلف في الرابطه تتكسر. يعني بص انا مش عارف الفها اهي، والله ما عارف يا اخي، والله ما عارف اهو. بص اهو اهو، هل انا عارف الف كده؟ مش عارف. لكن بص لما كانت رابطه سنجل سيجما اهي اهي عادي. ليه؟ ليه بتتلف؟ عشان مفرده، عادي الفها. لكن بص انت لما تجيب لي تريبل بوند الثلاثه ماسكين في بعض كده، مش قادر يا دكتور الفها. بص بص والله بحاول الف اهو، مش عارف والله معاك، هتتكسر الاقلام، تتكسر وتبوظ. طب وعلي خساره. يبقى يا دكتور التريبل بوند عندها نو روتيشن، نو روتيشن، نو روتيشن، ما بتلفش، ما بتلفش. روتيشن يعني تلف، ويك، ضعيفة جدا يا ولاد. يعني الرابطة الباي سهل تتكسر، عشان كده بقول لك أنا لو عملت كده هتتكسر، هي ما بتلفش، ولو قرصت تتكسر. بما إنها ما فيهاش روتيشن يبقى طاقتها مالها؟ عالية. طب يا دكتور الطاقة عالية، يبقى الباي طاقتها عالية، السيجما طاقتها قليلة، دي سترونج، دي ويك، دي نو روتيشن، دي في روتيشن. اللي فوق اخرها تعمل بين ذرتين رابطة واحدة، لكن دي بتعمل اتنين مور ها اتوم. يعني يا دكتور كده؟ يعني ممكن تعمل رابطتين ثلاثة أربعة، أكتر من أربع خمس، آسف أربعة إيه؟ رابطتين في رابطة دبل أو ثلاثة، يعني اتنين أور مور، يعني اتنين أو ثلاثة. وعادي ممكن تحصل في أي نوع رابطة زي السيجما، مفيش مشكلة. بس دي بتحصل يا إما في الدبل يا إما في التريبل بوند. عرفت الفرق بين الرابطة السيجما والرابطة باي؟ كل دي اسئله صح وغلط، ترو فولس. يقول لك عنده روتيشن، طب ما عندوش، طب ويك، طب سترونج، فاهم قصدي؟ طيب عايزين نقول ايه تاني؟ فاكر انا الجدول الدوري وانت في اعدادي كان في حاجه اسمها السلبيه الكهربيه، يعني كانوا يحفظوك كده. يعني ايه السلبيه الكهربيه يا ولاد؟ يقول لك كده هي قدره الذره على جذب الالكترونات الايه؟
السالبة نحوها. يعني ايه الجملة دي؟ يعني ايه هي قدرة الذرة على جذب الالكترونات السالبة نحوها؟ يعني ايه؟ يعني بص، انا ذرة مفترية، وانتوا عيال اهو كتير قاعدين قدامي عندكم الكترونات، انا بقى بذكائي هشفط الالكترونات عليا، ازقها عليا، اسحبها. فده اسمه سالبية كهربية عالية. يبقى يعني ايه سالبية كهربية عالية؟ يعني ذرة تقدر تشفط الالكترونات عليها، تسحبهم عليها. هل في ذرة سالبيتها زي التانية؟ لا، كل واحدة ليها، مثلا فلور اعلى حاجة، سالبيته داخلة في أربعة. يا لا، سالبية عالية جدا، الأكسجين بتاع 3.5، طب مش عارف الكلور 3 وشوية، طب النيتروجين 2 وحبة. لا، طب أنا هحفظ ده كله. أنت عايز تقول لي إيه هنا؟ أنا عايز منك كلمتين. الكلمة الأولى تعريف سلبية كهربائية هي الأبيليتي أوف أتوم. يعني إيه أبيليتي؟ كلمة أبيليتي أوف أتوم هي قدرة الذرة تو أتراكت، تو إيه يا لا؟ تو أتراكت الإلكترون، إن هي تجذب إلكترون، أتراكت يعني تجذب إلكترونات عليها، تشفط الإلكترونات عليها. اللي يهمني بقى مش التعريف، مش هيجي في الامتحان. إيه بقى اللي أساسي عندك في صح وغلط؟ بص يالا، بص يالا. أول لما تقول لك سالبية كهربائية افتكر الكلمة دي، السالبية الكهربائية بتزيد يمين لفوق. تاني. تخيل أنا الجدول الدوري أهو، ده الجدول الدوري أهو. لما أقول لك سالبية كهربائية بتزيد منين لفين، لما أمشي إزاي في الجدول الدوري؟ تقول لي بص يا دكتور، يمين لفوق. يبقى السالبية الكهربائية بتزيد منين؟ يا فروم ليفت تو رايت، يمين، وأنت رايح ناحية الرايت اليمين، والفوق من الداون للأب، طول ما أنت طالع للأب بتزيد، للأب بتزيد. طب يا دكتور انا عايز اسال سؤال، هل بس لازم اعرف ان هي من الليفت للرايت ومن الداون للاب بنسبه 90%؟ هو ده السؤال بتاعها في الامتحان، اختياراته صح وغلط. تقول لك كده يالا، السالبيه الكهربائيه بتزيد منين لفين؟ تقول لي ليفت للرايت، او منين يالا؟ من الداون للاب، من تحت لفوق. طب يا دكتور امال بقى ترتيب السالبيه اللي المفروض تحفظه لو انت عايز تبقى فيرود يعني 100% ما تتغفلش؟ احفظ الترتيب ده، انا كتبتهم لك، انا مش عايز الجدول كله، انا عايز دول بس. فلور اكسجين كلور، نيتروجين بروم يود، نيتروجين بروم يود، سلفر اللي هو كبريت يعني، كربون هيدروجين، سلفر كربون هيدروجين. يبقى تاني يا دكتور، فلور اكسجين كلور، نيتروجين بروم يود، سلفر كربون هيدروجين. عارف لو كتبتها مرتين هتثبت، والله لو كتبتها مرتين هتثبت. شوف يا اخي انا بقول لك ايه، احفظها سهله. يبقى يا دكتور تاني، السالبيه الكهربائيه بتزيد ازاي؟ من الليفت للرايت ومن تحت لفوق، يمين لفوق. ماشي يابا؟ يبقى دي نقطة كده فتفوتة سهلة قوي. طيب عندي بقى عايزين نتكلم على ايه؟ على حاجة اسمها الايونيك، وحاجة اسمها الكوفالنت، وحاجة اسمها الكتروفيل ونيوكلوفيل، الكتروفيل ونيوكلوفيل، وحاجة اسمها الكاربوانايم والكاتاين. بس بعد ما نخلص السبورات دي الأول، بص هو ايه يعني ايه كلمة ايونيك ويعني ايه كلمة كوفالنت؟ بص يا ولاد، في الدنيا دي كلها احنا قسمنا الاتومز اللي هي ذرات، يعني احنا قسمنا ذرات لنوعين. يعني احنا قسمنا اي ذرات في الدنيا دي كده لنوعين، ماشي يابا؟ يا اما نقول عليها كوفالنت، يا اما نقول عليها ايونيك. في طبعا انواع ثانيه بس هم دول اللي الدكتوره رانيا عايزاهم، في كوفالنت وفي ايونيك. طب يعني ايه يا دكتور رابطه ايونيك ورابطه كوفالنت؟ بص الرابطه الايونيك يلا ليها شرط، ان يكون الذرتين اللي هيعملوا الرابطه دي واحد منهم موجب وواحد منهم سالب. يبقى يعني كلمة رابطة ايونيك هي رابطة تتكون ما بين بوزيتيف اند نيجاتيف. تاني، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، يبقى حاجة موجبة مع حاجة سالبة، بوزيتيف مع نيجاتيف. يبقى ايه تعريف الايونيك بوند؟ هو عبارة عن تجاذب ما بين حاجة بوزيتيف، حاجة بوزيتيف، بوزيتيف مع ايه يا لا؟ مع نيجاتيف، بوزيتيف مع نيجاتيف. يبقى لازم يكون في حاجة بوزيتيف، بوزيتيف اهي اهي بوزيتيف، تعالى اكتبها لك باختصارها اهي، لازم يكون رابطه بين بوزيتيف وبين ايه؟ نيجاتيف. الاثنين يمسكوا في بعض، بوزيتيف مع نيجاتيف، بوزيتيف مع نيجاتيف، يمسكوا في بعض بايه؟ بحاجه اسمها ايونيك بوند. طب يا دكتور انا اعرف منين البوزيتيف والنيجاتيف؟ اعرفه منين؟ البوزيتيف والنيجاتيف بتاع الايونيك بوند عشان تعرفه دايما لازم يكون الرابطة دي بتتكون بين ميتال ماسك في اكس. تاني ميتال اكس، يعني ايه ميتال اكس يا؟ بص يعني عنصر ميتال زي مين؟ زي الصوديوم، زي البوتاسيوم، زي الحديد،
صوديوم، ها، بوتاسيوم، كي اللي هو البوتاسيوم، اف اي اللي هو الحديد. بص هنا حاجه زي مثلا الزنك، حاجه زي الكبر، سي يو. احفظ لي يا عم دول بس. تاني مين هما؟ ها، ان اي كي اف اي زد ان سي يو. سي يو والسي اي بقى بالمره، ما انت عندك سي يو سي اي صح، اللي هو الكالسيوم، والسي يو اللي هو الزفت الكبر النحاس صح. يبقى اذا ان اي بوتاسيوم حديد، زد ان، زد ان ده اللي هو الزنك الخرسين، زنك خرسين اهو، وسي يو وسي اي دول الميتال اللي انا عايزك تحفظهم اللي هيجوا لك في الامتحان لو جابت هتجيب منهم. يبقى لازم يكون عندي ميتال بس ماسك في اكس. ايوه مين بقى الاكس يا دكتور؟ فلور كلور بروميوت. مش هي دي الاكس اللي اتفقنا عليها من اول حصه؟ مش هما دول؟ يبقى ما انا قلت لك احتاجها طول المنهج. يبقى ميتال ماسك في اكس. طب مين الاكس؟ اللي هما فلور كلور بروم اليود صح، مفيش غيرهم. يبقى اذا يا دكتور لو لقيت ميتال ماسك في اكس وانت مغمض كده قول لها دي رابطه ايونيك. دي رابطه ايه يالا؟ ايونيك. يبقى لو لقينا ميتال ماسك في اكس وانا مغمض الرابطه اسمها ايونيك. طب هل ينفع دكتور ميتال مع ميتال؟ لا. طب ينفع اكس مع اكس؟ لا. طب ينفع اي عنصر بره دول؟ لا. بص كده تعالى، ال ان اي سي ال ايونيك ولا كوفيلنت؟ ها مين شاطر يقول؟ ال ان اي من الميتال، السي ال من الاكس، تنفع والله تنفع. طب بص اف اي او اتش كل اتنين، اف اي ايه او اتش كل اتنين، هل دي ايونيك؟ دي تنفع ايونيك؟ لا ما تنفعش، وحياة النبي ما تنفع، لا ما تنفعش، لا مش واكله معايا. ليه؟ يا دكتور دي فيها ميتال. ايوه بس هو الاو اتش ده اكس؟ لا مش اكس، مش اكس، نوت اكس. طب تعالى الكي بي ار ايونيك ولا كوفيلنت؟ مين يرد؟ كي بي ار ايونيك ولا كوفيلنت؟ كي بي ار، كي بي ار ايونيك ولا كوفيلنت؟ يا اخي انت عشان خاطري، يا اخي عشان خاطر انا، كي بي ار ميتال ماسك في اكس، ها ايه ظروفك؟ ايه رايك؟ كي مع بي ار، ها ميتال واكس يبقى ايونيك صح. طب تعالى اتش سي ال، يلا مين يرد؟ اتش سي ال، ها نوعها ايه؟ اتش سي ال نوعها ايه؟ ها ال اتش سي ال دي نوعها ايه؟ اتش مع سي ال، اتش مع سي ال تنفع ايونيك؟ لا اكيد كوفيلنت. طب ليه مش ايونيك؟ يا دكتور دي فيها اكس اهي، السي ال اكس. ايوه بس هي الاتش ميتال؟ لا. يبقى اذا مش ايونيك، دي رابطه كوفيلنت. يبقى الخلاصه الايونيك بوند لازم يكون ميتال رابطه كده مع اكس، ميتال ماسك في اكس، ده اساسي ولازم يا اولاد. طب تعالى بما ان دي ايونيك، يعني عرفنا الايونيك خلاص خلصنا منه، ما تيجي نتكلم على الكوفيلنت. ما هو بص ما هي الحاجه لو كانت مش ايونيك هتكون ايه؟ كوفيلنت. اللي عليك في المنهج اتنين، لو مش خالتك دي هتبقى خالتك التانيه. يعني انا يا دكتور لو مش ايونيك اكيد انا ايه؟ انا كوفيلنت. طب ما تيجي نفهم بتتكون ازاي؟ انا عايزك تفهم، افهم اتعلم. احنا قلنا الايونيك موجب مع سالب، ميتال ماسك في اكس. طب امال يا دكتور الكوفيلنت دي ظروفها؟ كوفيلنت يالا هو عباره عن ايكوال شيرنج للالكترون. يعني ايه يا دكتور ايكوال شيرنج للالكترون؟ يعني ده يا دكتور فعلا تشارك حقيقي بين الكترونين وبين ذرتين. بمعنى بص الهيدروجين دي يالا معاها الكترون، والاتش دي يعني دي معاها الكترونات، والاتش دي معاها الكترون، يعني دي معاها الكترون دي معاها الكترون، والاثنين قاعدين جنب بعض كده مش بيعملوا حاجه. فتقوم الاتشات دي تقول لها ايه؟ يا بي ده احنا اتشات، ما تاخدي الكترون واديكي الكترون ونعمل رابطه. بص يلا بص يلا اللي بيعرف، بص اتش واتش، تلاقي الاتش دي بص عملت رابطه مع الاتش دي ازاي؟ دي تشارك بالكترون ودي تشارك بالكترون، الراجل عامل لك رابطه اهي اتش اتش، يبقى عملت لي رابطه ايه؟ ها اتش مع اتش، يبقى دي شاركت بالكترون ودي شاركت بالكترون، فعملوا رابطه اسمها كوفيلنت. بص كده اهي، بص كده، ها يلا الاو اتش نفس الكلام. بص يلا بص دي تشارك بالكترون ودي بالكترون اهو. بس ليه قلت كلمه ايكوال؟ يعني يا دكتور الرابطه اللي هتتكون اللي هي الاو اتش دي، الرابطه دي جت من تساهم الاو مع الاتش، فسموها رابطه تساهميه اللي هي اسمها كوفيلنت. يبقى الاو شاركت مع الاتش دي الكترون دي الكترون، عملوا رابطه اسمها كوفيلنت بوند. كوفيلنت بوند. يبقى الكوفيلنت بوند بتتكون من ايه؟ تقول لي ايكوال شيرنج بتوين مين يا دكتور؟ الالكترون.
دي شاركت بنفس عدد الالكترون بتاع دي، يعني الاو الكترون والاتش الكترون. لو مثلا اتش 2 يبقى نقول دي الكترون ودي ايه يا اولاد؟ الالكترون. يبقى يعني ايه رابطه كوفيلنت يا دكتور؟ هي على فكره بص بص السبوره دي كلها كده رابط كوفيلنت، كل ده كوفيلنت بوند. عشان كده بقول لك الايونيك ده محدود قوي، واي حاجه مش ايونيك بتكون ايه يا اولاد؟ كوفيلنت صح؟ يعني 90% من روابط الكيمياء كوفيلنت. فعشان كده الكوفيلنت اي رابطه مش ايونيك تبقى ايه يا اولاد؟ كوفيلنت. طب اعرف منين الكوفيلنت ان هو مش ايونيك؟ بس سهله قوي. طب بيتكون ازاي يا دكتور؟ بيتكون من خلال ايكوال شيرنج، يعني دي تشارك بالكترون دي بالكترون يعملوا رابطه. طب انا عايز اسالك سؤال مهم قوي، بص الكوفيلنت ده بنقسمه لنوعين. يعني ايه نوعين يا ده؟ نوعين، حاجه اسمها بولر وحاجه اسمها نون بولر. يبقى تاني الروابط بتاعه الكوفيلنت بوند بتتقسم لنوعين، حاجه اسمها بولر وحاجه اسمها نون بولر. ثانيه بس اشوف مين بيخبط، ثانيه واحده وجاي لك. اوعى تسرح، روح هات لك ازازه ميه اشربها كده قبل ما اجي لك. ثانيه واحده. بص يعني ايه اقولك كلمة بولر ويعني ايه كلمة نون بولر؟ بص يا نجم، لما اجي اقولك ان الرابطة دي بولر اعرف ان الذرات اكيد مختلفة، لكن لما اجي اقولك الرابطة دي نون بولر، ها لما اجي اقولك ان الرابطة دي نون بولر اعرف ان ذراتها متشابهة. طب يعني ايه يا دكتور كلمة بولر؟ بص يا لك يعني ايه ذرات مختلفة؟ بص لما اجي اقول لك اتش ماسكه في سي ال، ماشي كده؟ اتش ماسكه في سي ال، مين اعلى في السالبيه الكهربيه، الاتش ولا السي ال؟ بص السي ال فين والاتش فين، يبقى مين كان اعلى؟ الترتيب اللي قلت لك احفظه، السي ال اعلى من الاتش صح؟ قول صح. يبقى السي ال دي اعلى من الاتش دي، واحنا لسه قايلين ان في ما بينهم كوفيلنت فيها الكترونين، ولسه قايل لك من دقيقة إن السالبية الكهربية هي قدرة الذرة على سحب الإلكترونات إيه؟ عليها. فالسي ال دي سالبيتها عالية من الإتش، فالسي ال بتسحب الإلكترونين دول إيه؟ عليها. يبقى السي ال يا دكتور هتبناها تسحب في الإلكترونات، تسحب في الإلكترونات لحد لما يقربوا عليها قوي. يعني الاتش سي ال سي ال دي هتبناها تسحب 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 لحد لما الالكترونات يقربوا من السي ال، لدرجه يا ولاد ان هم بيقولوا ان عندها بارشيال نيجاتيف. يعني ايه بارشيال نيجاتيف؟ شحنه جزئيه. العلامه دي الغريبه دي اسمها شحنه جزئيه، يعني السي ال دي عليها سالب كده من بره يبان انه سالب، شحنه كده جزئيه مش شحنه حقيقيه، لا اللي هو بارشيال. فالبارشيال نيجاتيف ده جه نتيجه ان السي ال اعلى في السالبيه الكهربائيه من مين يا اولاد؟ من الاتش، فسحبت الالكترونات عليها فتكون قطب سالب وقطب موجب. ايوه عشان كده انت قلت بولر، بولر يعني قطبي، يعني عنده اقطاب، قطب موجب وقطب سالب، فقلنا على ده بولر. لكن بص كده ده، بص كده بص كده بص كده سي ال 2 اللي هو الايه؟ سي ال في سي ال، سي ال ماسكه في سي ال، هل ده بولر؟ لا. طب ليه مش بولر؟ بص هو الرابطه احنا اتفقنا فيها كام الكترون؟ اثنين. طيب بذمه اهلك مش دي هي هي دي؟ اه يعني سحب دي السلبيه الكهربائيه هنا هي هي السلبيه الكهربائيه دي؟ اه. يعني هل في فرق في السلبيه الكهربائيه بينهم يالا؟ انت شايف فرق هنا؟ مفيش. يا اخي والله ما في، يا اخي والله ما في، دي هي هي دي بالظبط. طب هل الالكترونات دي هتتحرك؟ لا ده ثابت. يعني بص لو انا وقفت في النص وجبت عيل يشدني من هنا وعيل نفس القوه بتاعته يشدني من هنا، هل انا هتحرك؟ لا انا ثابت. يعني بص اهو القلم ده اهو، انا بشد بالايدي وبالايدي والاثنين قد بعض في القوه، القلم بيتحرك؟ ما بيتحركش، ثابت. ليه؟ لان دكتور الالكترونات ثابته جوه، لان القوه اللي بتاثر من اليمه دي واليمه دي هي هي زي بعض فبيلاشوا بعض. فعشان كده لازم تعرف ان السي ال 2 نون بولر،
يعني ايه يا دكتوره نون بولر؟ يعني ما عندوش اقطاب، يعني الالكترونات واقفه في النص ولا يمين ولا شمال. طيب يبقى الفهم كده بفهم كلمه بولر يعني في فرق في السلبيه الكهربيه، في ديفرنس في الاي الاي ان، اي ان اللي هي اسمها الكترونيجاتيفيتي، اي ان اختصار سلبيه كهربيه اللي اسمها الكترونيجاتيفيتي. فلو في فرق في الاي ان اللي هو من الاخر الذرات مختلفه، الذرات ايه يا ولاد؟ ذرات مختلفه، الذرات مختلفه. يعني ايه ذرات مختلفه؟ يعني بص لما اقول لك في الامتحان او اتش ان اتش 3، لما اقول لك اتش سي ال، اتش بي ار، لما اقول لك اي حاجه بقى اس اتش، يا اخي اي مركب في الكون كله، اي مركب في الكون كله ما دام الذرات مختلفه خلاص وانت مغمض تقول ايه؟ بولر، لان عنده ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي. طب كلمه نون بولر ليها سيميلر الكترونيجاتيفيتي، يعني ايه سيميلر الكترونيجاتيفيتي؟ يعني ليها نفس السلبيه الكهربيه بالملي، فدي ليها سيميلر ان الكترونيجاتيفيتي. يعني يا دكتور السي ال 2 لما اجي اقول لك الاتش 2، اتش 2 والله اهو، بص 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 اتش 2 اهو، اتش 2 اتش 2 طبعا نون بولر. لما اجي اقول لك في الامتحان او ماسكه في سي دبل بوند او سي او 2، بولر ولا نون بولر؟ السي او 2 ده طبعا ايه يا ولاد؟ نون بولر. بص الجزء ده هو هو الجزء ده بالظبط، فالالكترونات لا بتتحرك يمين ولا شمال، يبقى السي او 2 هنا يتقال عليه بولر ولا نون؟ السي او 2 ده يتقال عليه ايه؟ نون بولر يا دكتور، لان الجزء ده هو هو الجزء ده. صح كده؟ يبقى الجزء ده هيلاشي الجزء ده، قوة ده قد قوة ده، ده بيسحب يمين وده شمال والاثنين زي بعض، فما فيش حاجة هتتحرك. يبقى ده يتقال عليه نون بولر. طب معلومة كمان في النون بولر، يبقى لما أقول لك في الامتحان دور لي في الاختيارات، لما الدكتورة رانيا تقول لك دور في الاختيارات على حاجة بولر وحاجة نون بولر، البولر شوف ذرات مختلفة، نون بولر شوف ذرات زي بعض. طب في حالة شاذة مهمة، حالة شاذة مهمة اللي هي إيه؟ لما اجي اسالك على عايز ايه يا مرة؟ تمام بص الاثنين لما اجي اسالك على النون بولر، لما اجي اسالك على النون بولر فيها حاله شاذه كمان بسيطه، السي اتش يا ولاد نون بولر، احنا قلنا الاتش دو خلاص، السي اتش دي حاله شاذه اكسبشن مهم قوي، ماشي؟ السي اتش، السي اللي ماسكه في الاتش دي يا ولاد نون بولر، ده السي او 2 خلاص، السي اتش نون بولر. طب ليه نون بولر مع ان دول ذرات مختلفه؟ لا هو قال لك بص يعني الاثنين ورا بعض قوي، فالفرق في السلبيه الكهربائيه مش كبير قوي لا يذكر، فبينه وبينك بعض المراجع بتقول ده بولر، في بعض المراجع بتقول نون بولر. بس الدكتوره رانيا احنا طبعا هنمشي على منهج بدر اللي هو بيختلف عن اي منهج في الدنيا، زي الروسيه بتختلف عن اي منهج. يا ابني كل دكتور وليه طريقته في الاسئله وليه اقتناعاته الشخصيه، يعني دكتور ايهاب بيقول حاجات غير دكتوره رانيا خالص، بس السؤال بتاع دكتوره رانيا هيتجاوب بدماغها، وبتاع دكتور ايهاب هنجاوبه بدماغ دكتور ايهاب، كل واحد بيحتاج حاجه يشوفها في الاجابه وانت بتكتبها، اتفقنا؟ فعشان كده دكتوره رانيا تقول لك السي اتش يا ابني خلي بالك انها نون بولر، لان الفرق في السلبيه الكهربائيه بين الاتش والسي مش كبير، اتفقنا؟ اتفقنا. طب امال يا دكتور الايونيك ده ايه؟ الايونيك ده نوع من انواع الروابط اللي هو موجب مع سالب، صح؟ فالايونيك ده يا دكتور الفرق في السلبيه الكهربائيه ده حاجه بشعه، يعني يقول لك كده الفرق في السلبيه الكهربائيه بتاعه لازم يكون اكبر من اثنين، يبقى لو حاجه اكبر من اثنين الفرق يتقال عليها رابطه ايونيك. طب يا دكتور لو في فرق في الالكترونيجاتيفيتي كده عادي يتقال بولر، طب لو الفرق قليل قوي يتقال نون بولر او ذرات متشابهه. يبقى الخلاصه لما اجي اقول لك في الامتحان دور على حاجه نون بولر شوف ذرات متشابهه، متشابه اكتب كده متشابه. طب لما اجي اقول لك دور او سي اتش تيجي اكتب في الاختيارات سي اتش دي خلي بالك. طب بص يا يعني الدكتوره رانيا تديك في الامتحان المركبات دي كده كلها اهي اهي دول اهم اهم، وتقول لك رتب رتب الناس دي رتبهم كده حسب هو ايونيك ولا بولر كوفيلنت ولا بولر نون كوفيلنت. الدكتوره اللي بتقول تقول لك ايه؟ تقول لك رتب دول ايونيك صنفهم، يعني ايونيك ولا كوفيلنت، ولو كوفيلنت بولر ولا نون بولر. طب يلا كده بالراحه تعالى، ان اي سي ال ايونيك ولا كوفيلنت؟ لا ان اي ميتال وسي ال اكس، يبقى دي اسمها ايونيك، صح كده؟ يبقى دي ايونيك. بص اي اي بقى يعني ايونيك، ماشي؟ عشان بس مفيش مكان ايونيك. طب الاتش 2 او لا دي مش ميتال اكس خالص، يبقى دي على طول كوفيلنت. طب بولر ولا نون؟ الذرات ايه متشابهه ولا مختلفه؟ اتش او كلام من ده، يبقى دي ايه؟ مختلفه، يبقى دي اسمها ايه؟ دي بولر كوفيلنت، يبقى دي بولر كوفيلنت. سي بقى يعني كوفيلنت، صح؟
بولر كوفيلنت. طب تعالى بولر كوفيلنت. طب ال H2 دي ايونيك؟ لا مش ايونيك، يبقى كوفيلنت. طب بولر ولا نون بولر؟ H2 اهو ذرات متشابهه، متشابهه يبقى نون بولر. يبقى دي نون بولر، ال H2 نون، نون يا دكتور نون بولر. يبقى دي نون بولر ها كوفيلنت. طب تعالى ال CH3Cl ايونيك ولا كوفيلنت؟ يا دكتور مش ميتال اكس، هي فيها اكس اه بس مش معاها ميتال، يبقى نوت نوت ايه ها نوت ايونيك، يبقى دي كوفيلنت. طب كوفيلنت بولر ولا نون بولر؟ يا دكتور هي مش ذرات مختلفه، في كربون واتش وسي ال ذرات كتير مختلفه، يبقى انت مغمض كده تقول لها بولر كوفيلنت. يبقى دي يا دكتوره بولر بس كوفيلنت اهو، بولر كوفيلنت. طب السي اتش اي الحاله الشاذه سي اتش بس، الدكتور تقول لك في امتحان سي اتش بولر ولا نون بولر؟ ها انت اوعى تبقى تزعل احزن، دكتوره رانيا تزعل منك. سي اتش يا غالي يبقى بولر ولا نون؟ نون بولر عشان ده اكسبشن، يبقى نون بولر. يبقى دي نون بولر. السي ال 2 مش ايونيك، هما 2 اكس مش مفيش ميتال في الموضوع، بس في نفس الوقت السي ال 2 دي اتقال عليها ايه؟ ها بولر ولا نون؟ ذرات متشابهه، يبقى ايه؟ ها نون بولر. يبقى الخلاصه يعني ايه كلمه بولر ويعني ايه كلمه نون بولر؟ بولر ذرات مختلفه، نون بولر ذرات متشابهه ما عدا السي والاتش، على الرغم ان هما مختلفين بس بيتقال عليهم نون بولر. تمام؟ قول تمام. بص لو تعبت ممكن توقف الفيديو دقيقه وترجع لي تاني. امين؟ بص حل السؤال ده بيقول لك ايه؟ Which of the following is polar covalent؟ يعني هي الدكتوره بتقول لي مين فيهم بولر وفي مين فيهم كوفالنت؟ اللي هي واحده متخلفه تقول لي ايه؟ دكتور هو الايونيك ده، الايونيك ده بولر ولا نون بولر؟ يا ابني الايونيك طبعا بولر، ده موجب، ده انا بقول لك موجب ماسك في سالب، ميتال ماسكه في اكس، هي دي فيها سؤال. يبقى الايونيك ده كده كده بولر اصلا. لا هو مش عايز بقى ايه؟ ايونيك ده عايز بولر كوفالنت. طب اعرفها منين دي؟ تعالى ندور. ال H2 يا دكتور دي اظروفها H2، هي ال H2 دي ايه؟ كوفيلنت بس زي بعض، يبقى نون بولر لا فاكس. طب HCl؟ لا صح، ما هو HCl يا دكتور دي كوفيلنت. تقول لي ما ال X دي في الايونيك، يخرب بيت غبائك. يا لا H، هي ال H دي ميتال؟ لا مش ميتال X، يبقى دي مش ايونيك، دي كوفيلنت. طب يا دكتور كوفيلنت مختلفين ولا زي بعض؟ مختلفين، يبقى دي بولر صح، هي الاجابه دي HCl. HCl بولر وكوفيلنت في نفس الوقت. طبعا Cl2 نون بولر عشان ذرات متشابهه، ال NaBr ميتال ماسك في اكس، يبقى دي اسمها ايه؟ ايونيك. طب فاضل لي ايه؟ فاضل لي الجدول ده، انا مش هشرح غير السبوره دي النهارده ما تقلقش. الجدول ده بس، الجدول بس عشان خاطري استحملني 10 دقائق، 10 دقائق، 5 دقائق بالظبط، 5 دقائق واخلص. ايه الفرق بين الاول بس فهمت دي؟ لو عطلان في حاجه ابعت لي، انا عليا ليك. بس انا عارف ان انت اكيد فهمتها لان ده بص يعني لعبه ايه؟ الكتروفايل ونيوكلوفايل. يعني ايه يا دكتور الكتروفايل ونيوكلوفايل؟ عشان طول المنهج في الرياكشنز اللي جاي احنا كل ده بنلعب لعب عيال، المنهج ما بداش مش ده المنهج، يا لا والله ما ده المنهج. لما اجي اقول لك ايه الالكتروفيل والنيوكلوفيل بتيجي بقى ازاي؟ يعني هي هتيجي في الانترودكشن بس هتيجي لك بقى بعد كده ازاي؟ اقول لك ايه؟ الالكين ده اتفاعل مع كذا، الكذا ده بقى الكتروفايل ولا نيوكلوفايل؟ فاهم قصدي؟ فانت لازم تعرف الحاجات دي مهمه جدا. الحاجات دي مهمه جدا يا اولاد، والله مهمه جدا. فعشان كده لازم تفهم من دلوقتي يعني ايه كلمه الكتروفايل ويعني ايه كلمه نيوكلوفايل. الكتروفيل دي جايه من كلمتين. صح اخر دقيقه. الكترون فيل، فيل يعني يحب. يعني لما اقول لك الكترون فيل يحب الكترونات. يحب الالكترونات. حاجة بتحب الإلكترون السالب. حاجة بتحب الإلكترون السالب. كلبة سوالب. بص تجري كده تلحس للسالب كده. كلبة سالب. مين ده؟ الإلكتروفيل. يبقى لما أقول لك أوصف لك أي حاجة في الدنيا إنها إلكتروفيل، قول لي يا دكتور أيوة مش هي دي البت الكلبة بتاعت السالب؟ أه دي اللي بتجري ورا السالب. بتسعى ان هي تروح تتفاعل مع السالب، عايزه تاخد السالب بالحضن، مين دي يالا؟ دي الالكتروفيل. الكتروفيل، يبقى الالكتروفيل جايه من كلمه الكترون فيل، يحب الالكترون السالب، نفسها تتفاعل مع سالب، رخم لما اقول لك الالكتروفايل،
بيأتاك مين؟ يعني يهجم على مين؟ أتاك يعني يهجم. رياكت يا أخي، لما أقول لك رياكت يتفاعل مع مين؟ لما أقول لك رياكت ويز إيه؟ رياكت مع مين؟ يتفاعل مع حاجة سالبة، يروح يجري على كربون سالب مثلا، كربونة سالبة، يتفاعل مع أي حاجة في الدنيا بقى مش هتفرق، يبقى الإلكتروفيل يتفاعل مع أي حاجة في الدنيا بس شرط تكون سالبة. طب هسألك سؤال، لما أنت بتجري على السالب يبقى انت اكيد شحنتك ايه؟ افهم ما الاورجانيك فهم. لما انا بدور على حاجه عندها الكترونات سالبه وكتير سالب، اكيد انا ايه؟ موجب. خلص الالكتروفايل، كلمتين والله. حاجه موجبه بتدور وبتسعى تتفاعل مع سالب. كلبة سالب الالكتروفايل ده. فبص يبقى الالكتروفيل حاجه اصلا بنرمز له بايه؟ موجبه. حلو كده؟ سيك ايه يا دكتور؟ لاف او سيك ايه؟ هو بيحب مين؟ يعني هو الكترون لاف الكترون سيك. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني ايه الكترون لاف او الكترون سيك؟ سيك يعني يسعى، لاف يعني يحب، بيحب ويسعى لمين يا اولاد؟ للالكترونات. ماشي كده؟ طيب الالكتروفيل شحنته هو ايه؟ هو بوزيتيف وبيسعى نحو نيجاتيف. صح كده؟ طب اعرفه منين في الاختيارات؟ ما هي الدكتوره سؤالها كده في الامتحان، هتقول لك ويتش اوف ذا فولوينج از الكتروفايل، which of the following is not electrophile. طب مين فيهم نيوكروفايل؟ طب مين فيهم اللي مش نوت الكترو؟ خرف كده كتير. او تقول لك كل دول الكتروفايل اكسبت. هتشوف احنا بنحل الحصه اللي جايه، بس انا عايزك تفهم معايا ان اعرف منين الالكتروفايل. بص اي حاجه موجبه، يعني يا اما الدكتوره تديك كده في الامتحان حاجه موجبه، يعني بص تقول لك ايه؟ H3O. ما هو الاكسجين يا اولاد لما بيعمل ثلاث روابط بيكون موجب. الاكسجين لما بيعمل ثلاث روابط بيكون موجب، لكن لو هو عمل ربطتين بيكون عادي نيوترال ما عندوش شحنه. يبقى ال H3O موجبه، ال NH4 موجبه، يا اخي الكربون الموجب وكربون موجب ده اسمه كاربو كاتاين. هتاخد شابتر في ماده اسمها ده اسمه كاتاينز. كاتاينز يعني حاجه موجبه، يبقى اسمها كاربو كاتاين، كاربو كاتاين. يبقى اذا يا دكتور الالكتروفايل اعرفه ازاي في اختياراته في الامتحان؟ يا اما حاجه موجبه زي الكربوكاتاين زي ال NH4 زي ال H3O، يا اما حاجه نيوترال يعني مش عليه موجب. طب يا دكتور عايز اسال سؤال، مش عليه موجب، طب هعرف منين ان هو الكتروفايل؟ الدرام مش هيسيبك تتوه، يعني بص خدها قاعده، طول ما انت معايا مش هسيبك تفكر. انا عايزك بس تركز، مش ما تشغلش دماغك، يعني ركز بس. دور في الامتحان هتلاقي في اختيارات، لو ما لقيتش حاجه موجبه اكيد 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 اللي قدامك ده بقاله 7 سنين شغال الشغلانه دي، فاسمع مني، اكيد هتلاقي لو ما فيش حاجه موجبه هتلاقي ايه ال عنصر ايه ال اللي هو الالومنيوم او بي او اف اي حديد، يا ايه ال يا بي يا اف اي عاملين ثلاث روابط. دي حاجه اسمها لويس اسيد، هشرحها لك الحصه الجايه. ماشي؟ مش عايزها دلوقتي، انا عايز بس اسمائهم ايه ال او بي او اف اي عاملين ثلاث روابط، دي اسمها لويس اسيد. لويس اسيد وانت مغمض كده قول لها ده الكتروفايل. يبقى لما تجيب لك صح وغلط تقول لك الالكتروفايل از لويس بيز، قول لها غلط غلط يا اما ده اسمه لويس اسيد مش بيز. الالكتروفايل لويس اسيد، اكتب بقى السؤال ده عندك، تقول لك الالكتروفايل از لويس بيز، قول لها غلط هو لويس اسيد مش بيز. طب مين هم لويس اسيد؟ هتقول لها ايه ال او بي او اف اي عاملين كام رابطه؟ ثلاث روابط ثلاث روابط ثلاث روابط. طب امال يا دكتور مين النيوكلوفايل؟ العكس. بص نيوكلياس فيل يحب النواه. طب هي النواه دي شحنتها ايه من وانت في ابتدائي؟ النواه نواه موجبه، هلاقي متخلف قال متعدد دلوقتي انا عارف. يلا الاتوم متعدد، لكن النواه موجبه، النواه نفسها موجبه. فنيوكلوفيل جاي من نيوكلياس فيل، يحب النواه الموجبه، يبقى اكيد هو ايه؟ لما انا بحب الموجب وبجري ورا الموجب وكلب للموجب، اكيد انا شحنتي ايه؟ سالب. يبقى النيوكلوفايل حاجه اصلا نيجاتيف، هو نيجاتيف. سيك ايه؟ سيك بوزيتيف، بيجري ورا الموجب. طب كلمه بوزيتيف دي الدكتوره رانيا جابتها لك ازاي السنه اللي فاتت في الامتحان؟ بص قالت لهم ايه؟ سيك يسعى نحو سنتر لو الكترون دينستي. يعني ايه سنتر لو الكترون دينستي؟ يعني ما عندوش الكترونات وما عندوش الكترونات سالبه، يعني هو موجب، يعني هو بيجري ورا حاجه ما عندهاش سالب. اللي هو تقصد بيها حاجه ايه؟ حاجه موجبه، صح؟ يبقى اذا النيوكلوفايل هو عباره عن حاجه نيجاتيف
تسعى نحو بوزيتيف، تسعى نحو حاجه عندها لو الكترون دينستي، حاجه موجبه لو الكترون دينستي. طب اعرفها ازاي في الامتحان؟ اعرفها ازاي يا اردا؟ يا اردا انت تعرفها يالا في الامتحان ان هيكون عندها سالب. يعني بص الدكتوره تقول لك ايه، او اتش سالب، سي سالبه، اي سالبه، اي هو ايودين يعني او كربون او او اتش، فاهم؟ او حاجه نيوترال. يعني ايه بقى نيوترال؟ متعادله. طب انت قلت لي نيوترال في الالكتروفايل هو ليوس اسيد، ايه ال او بي او اف، اعمل كام رابطه؟ ثلاثه. طب بص النيوترال في النيوكلوفايل هي حاجة عندها لون بير، والله خلصت دقيقة دقيقة، لون بير. يعني ايه لون بير يالا؟ يعني اكس صن. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بص لما اقول لك ايه، مية H2O، مش الـ O دي فيها لون بير؟ يبقى نيوكلوفايل. طب بص NH3، مش الـ N دي عندها لون بير؟ يبقى نيوكلوفايل. طب NH2، مش الـ N دي عندها لون بير؟ يبقى نيوكلوفايل. ايه ده يا دكتور؟ دكتور انت لخبطتني، ده انت هنا كاتب اتش 3 او موجبه وهنا ميه. يا لما هو بص من الاخر، لو الموجب مرسوم خلاص كده الكتروفايل. طب لو لقيت او مش عليها موجب وعادي اكسجين عاديه عندها لون بير، اهو بص 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 اتش 2 او عامله رابطتين بس وان عامله ثلاث رابط، هنا اللون بير موجود، يعني هنا مش عليها موجب، فاللون بير اللي موجود على الان وموجود على الاكسجين خلاها عندها لون بير، واللون بير ده اصلا الكترونات سالبه، فعشان كده قلنا عليه نيوكلوفايل. يبقى ايه الفرق ما بين الاتش 3 او والاتش 2 او؟ ان الاتش 3 او دي عندها ثلاث رابط فشحنتها موجب، مش وقت ننزل ابتدائي دلوقتي، بس هي موجبه، موجب خلاص الكتروفايل. اكيد انت في الامتحان هتعرف تميز عليها موجب ولا سالب. طيب لكن لو نورمال مش عليها شحنه، الاو والان اللي هما بص بص الاو والان والاس، لو جولك في الامتحان مش عليهم شحنات، يعني مفيش موجب عليهم، مفيش موجب، يبقى وانت ماما تقول لي دول نيوكلوفايل، يبقى اما تحط سالب، الدكتوره تحط سالب واضح وده ما بيحصلش. امال ايه اللي بيجي في الامتحان؟ ان هي تديك ايه، اكسجين او نيتروجين او سلفر في مركبات، يعني تقول لك H2O ان H3، طب CH3 ان H2، طب بص تقول لك ايه H2S، هل دول عليهم موجب؟ لا، ما دام فيها O او N او S بدون موجب يبقى اكيد دول نيوكلوفايل او ايه؟ اكيد نيوكلوفايل، اهم حاجه ما يكونش عليهم موجب يبقى نيوكلوفايل. طب اخر حاجه في النيوكلوفايل او لا، هو اتاك مين؟ بيحب يتفاعل ويهجم على مين؟ هو بيأتاك بيهجم على مين؟ الموجب، ما احنا قلنا هو شحنته سالب يبقى يحتاج يهجم على الموجب. يبقى الخلاصه تاني، ايه الفرق بين الالكتروفيل والنيوكلوفيل؟ الكتروفايل يا دكتوره دي حاجه موجبه بتسعى نحو سالب، اعرفها منين في الامتحان؟ يا اما يكون هو راسم موجب يا اما لويس اسيد، اي ال او بي او اف، يعني ثلاث رابط. ما تنساش ابوس ايدك، النيوكلوفايل هو حاجه نيجاتيف تسعى نحو بوزيتيف. طب مين الحاجات السوالب؟ يا اما الدكتوره تحط سالب يا اما الدكتوره تحط لك في الامتحان ان او 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 اس مش عليهم موجب، فده معناه ان هي عندها لون بير ما اتفعلتش بيه، واللون بير ده حاجه سالبه فهنعتبرها نيوكلوفايل. اظن مفيش لخبطه بين ده وبين ده. نون بولر ذرات متشابهه، طب بولر ذرات مختلفه. طب يا دكتور ايونيك ميتال اكس، انا عايزك كده الحصه الجايه لما اسالك ها تقول لي ميتال كده، فاهم؟ زي ما انا بقول كده. طب لما اقول لك السيجما هتكون هيد قويه، الباي لا دي لاترال في الجنب، فاكر يالا الكلام ده؟ طب يا دكتور التحجيم والنبي والله ما هسيبك الا لما تقول، ولا السنجل اس بي 3، طب اي حاجه على الدبل اس بي 2، طب اي حاجه على التريبل اس بي، الاورجانيك بتتذاكر كده تقعد تكتب الكلام ده وتكلم نفسك. طب يا دكتور الحالات الشاذه، الكربونه اللي بين اثنين دبل اس بي، البي لو عامله ثلاث رابط اس بي 2، البي اي لو عامله رابطتين اس بي، يبقى لازم تقعد تقول الكلام ده كده وتكلم نفسك وتكتب وتكتب الامثله. ان شاء الله الحصه الجايه هنخلص الانترودكشن، فاضل لنا فيها ايه يا اولاد؟ فاضل لنا فيها حاجه اسمها الكاربو الاين والكاربو كاداين والريزونانس، ده ان شاء الله هنشرحه الحصه اللي جايه عشان الحصه ما تطولش اكتر من كده. ان شاء الله هنشرحه الحصه اللي جايه دكاتره، وهنحل اسئله على الانترودكشن. يبقى الحصه الجايه هنشرح ايه، ركز معايا الكلام ده يتذاكر النهارده، وتعمل ايه بعدها بقى؟ هتذاكر لي الكلام ده وبعد كده تلخصه وتظبطه، والحصه اللي جايه نخلص انترودكشن في تقريبا ثلث ساعه، وبقيه الساعه ايه نعمل ايه يا صاحبي؟ نحل اسئله على الانترودكشن. انا سعيد ان انا شفتكم واشوفكم على خير الحصه اللي جايه، سلام يا اولاد.